بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. إذا كنت هطلب من حضراتكم طلب النهاردة أن أنتوا تستحملوني شوية في الأرقام اللي هنتكلم فيها. عندي أرقام كثيرة جدا في أوروبا بالمناسبة عشان أطبقها على النادي الأهلي ونشوف النادي الأهلي بيعمل إيه. فعندي أرقام كثيرة جدا تخص اقتصاد كرة القدم. حلقة ممكن يعتبرها البعض ان هي حلقه مش لازم ان احنا نتكلم قوي في هذا الموضوع، ولكن هتعرف حضرتك يعني ايه اقتصاد او يعني ايه صناعه كره القدم واقتصاد كره القدم العالمي، والفارق الكبير ما بين ما يحدث في العالم وما يحدث في افريقيا. خلي بال حضرتك، ولماذا النادي الاهلي دائما هو أقرب الأندية لتطبيق نظام الاحتراف الأوروبي في أفريقيا. ليه دايما بنقول هذه الكلمة؟ بنقول الكلمة دي لأنه زي ما قلت لحضراتكم عندنا أرقام كتيرة جدا النهاردة، بس من فضل حضراتكم ركزوا معايا في هذه الأرقام علشان نعرف يعني إيه كرة قدم، وإيه الفلوس اللي بتدفع، وإيه المصاريف اللي بتيجي، وإيه السياحة اللي بتخش، وإيه كل حاجة، ويعني ايه الترانسفير ماركت او الفوتبول ماركت في العالم كله، الماركت او سوق لاعبي كرة القدم في العالم كله، سوق بيع تيشيرتات الأندية في العالم كله. هل الموضوع ده بيجيب فلوس؟ هل الموضوع ده بيخلينا نصرف على نادينا او على الأندية اللي احنا بنشتغل فيها اكتر حاجة كويسة؟ هل الموضوع ده مهم للدرجة دي؟ هل في مليارات بتدفع علشان يكون هناك اقتصاد عالمي في كرة القدم؟ اه يا فندم. هل النادي الأهلي بيحاول، ليه النادي الأهلي، ليه دايما احنا بنقول الكلمة دي؟ ليه بنقول ان النادي الأهلي ده هو اللي دايما بيقربنا من أوروبا شوية؟ لأنه النادي الأهلي بيحاول في كل الطرق، يعني النادي الأهلي هو النادي الأقرب أو النادي اللي ممكن يعدي المليار أو المليار ونص في صناعة كرة القدم بناء على الميزانيات. أنا بتكلم على الميزانيات عشان ما حدش يعمل قصة على الكلام اللي أنا بقوله، لكن أنا بتكلم على ميزانية النادي الأهلي، ماليش دعوة بحد تاني، بتكلم على ميزانية النادي الأهلي، إن ممكن ميزانية النادي الأهلي هي اللي هتعدي المليار، السنة دي ممكن تعدي أكتر في كرة القدم. بس حاجة اسمها البث والرعاية، البث والرعاية دول بيجيبوا فلوس قد إيه؟ في العالم كله. ونشوف النادي الأهلي، ليه النادي الأهلي الناس بتبص له بهذا الشكل وبهذا المنظر؟ فالنهارده حلقة مهمة جدا، بس من فضل حضراتكم وأنا آسف جدا والله، حاولت أقلل الأرقام على قد ما أقدر، على قد ما أقدر حاولت أقلل الأرقام، ولكن في أرقام ما ينفعش تتشال من الحلقة. كمان في الجزء الثاني من الحلقة هنناقش التفاصيل دي كلها مع ضيوف، هما مجموعة من الشباب اللي حضراتكم اتعودتوا تشوفوهم معانا على الشاشة، شاشة قناة النادي الأهلي وشاشة البيت الكبير، عشان الكورة ما بقتش مجرد فنيات ولا تعاقد مع مدرب أو لاعبين، لا، من أكتر من 20 سنة، من أكتر من 20 سنة بدأت كرة القدم في التحول لصناعة مكتملة الأركان ولها محددات ولها عوائد ونظام مالي، وأصبحت جزء من الدخل القومي لبعض البلدان وبتشكل جانب كبير، خد بال حضرتك من الكلام، وبتشكل جانب كبير من اقتصاد بعض الدول. يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ كرة القدم؟ ايوه يا فندم كرة القدم لها التأثير الكبير ده، ايوه لها تأثير كبير جدا، مش انا اللي بقول بالمناسبة، انا حدي انا نقلت ارقام وحوريها لحضراتكم، بس انا ما عملتش حاجة، كل اللي عملته إن فريق الإعداد الأستاذ عمر البنوبي والأستاذ حاتم الشربيني والأستاذ هشام ومحمد عبد المنصف الحقيقة النهاردة بذل مجهود ضخم كبير جدا في هذا الأمر. فهذا الرباعي عمل لحضراتكم الشغل اللي حضراتكم هتشوفوه، بذل مجهود كبير جدا عشان نقدر نوري لحضراتكم الأرقام، الأرقام الحقيقية وإيه اللي بيحصل في هذا الأمر. هي كرة القدم مش بس 90 دقيقة بالمناسبة اللي حضراتكم بتشوفوهم، لا لا، كرة القدم صناعة، حوالين هذه الصناعة صناعات كثيرة جدا بتشتغل وبتخدم عليها.
وأرقام بالمليارات بالمليارات، سواء أرباح أو خسائر. وحبدأ مع حضراتكم النهاردة بالبث التلفزيوني للدوريات والعوائد بتاعته. يعني إيه؟ يعني البث التلفزيوني في العالم كله والعوائد بتاعته عاملة إزاي؟ خليني أقول لحضرتك الإحصائية التالية. معلش، هنا هنبدأ الأرقام. عوائد بث مباريات أو دوريات الخمسة الكبرى منذ كام؟ منذ 2016-17 حتى موسم 2021. الدوري الإنجليزي كام يا عم إسلام؟ 9 مليار جنيه، 9 مليار يورو، سوري، 9 مليار يورو. الدوري الإسباني حوالي 5 مليار يورو. طب الدوري الإيطالي 5.25 مليار يورو. طب الفرنسي 2.5 مليار يورو. طب الدوري الألماني 3.5 مليار يورو. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم اسلام؟ هل الكلام ده حقيقي؟ ايوه يا فندم، الكلام ده حقيقي. طيب، ما يتعلق بعمليه توزيع الايرادات الماليه على الانديه في هذه الدوريات، الدوري الانجليزي مثلا والدوري الاسباني، انا بحاول اقلل على قد ما اقدر عشان حضراتكم تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي، عشان محدش يقول لك لما اسلام يقول الجرار، محدش يقول اي كلام وخلاص، لا، هتعرفوا التطبيق العملي، مش اللي اسلام بيقوله ولا للنادي الاهلي بيقوله، لا يا فندم، العالم كله بيعمل كده. في انجلترا 6 انديه من انديه الدوري الممتاز بيحصلوا على كام؟ 58.2 من اجمالي الايرادات. هم مين؟ مانشستر سيتي، ليفربول، توتنهام، وارسنال، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد. طب قيمة تلك الحصة، الحصة دي قيمتها كام؟ 3.5 مليار يورو. أما 41.8 الباقيين تم توزيعهم على ما تبقى من أندية الدوري، أي ما يقدر تقريبا ب 2.5 مليار يورو. ده الدوري الإنجليزي فقط. وخلوني أقف عند الحتة دي. شفتوا أسامي الأندية الستة الكبار بيعملوا إيه؟ الكلام اللي انا بقوله ده هل معناه، او بالكلام اللي مش اسلام بيقوله، انا اسف، الاحصائيه في انجلترا بتقوله، هل ده معناه ان نادي مانشستر ونادي كذا ونادي كذا، الانديه الخمس ست انديه دول هم دول الانديه الاساس، لان دول الانديه اللي اجتهدوا واشتغلوا وخدوا بطولات ولهم شعبيه كبيره جدا في انجلترا، وبالتالي حصل لهم كده، خدوا ال 60% تقريبا، 58.5%. لو طبقت نفس المعايير دي هنا في مصر فهتلاقي النادي الاهلي، تلاقي النادي الاهلي بس هو اللي عنده. انا بتكلم بجد والله، بتكلم ببطولات وارقام وكل شيء. يعني لو في الدوري والله العظيم ثلاثه، انا بتكلم لمصلحه عامه ولغرض عام بعيدا عن اي حد، والله والله انا بتكلم فيما يخص الارقام اللي النادي الاهلي المفروض تكون بالنسبه للنادي الاهلي موجوده. فلما تيجي تقارن مثلا في الدوري، النادي الاهلي خد كام دوري وبقيه الانديه خدت كام دوري؟ النادي الاهلي خد كام كاس واللي بعده كام؟ النادي الاهلي خد كام سوبر واللي بعده؟ النادي الاهلي خد كام افريقيا واللي بعده؟ فنطبق ده على ده. طيب الدوري الاسباني، مش انجلترا لوحدها يعني، بس الدوري الاسباني مختلف، وده تاكيد إن كل دولة بتختلف عن التانية، لكن المبدأ الاقتصادي واحد. هنا 3 أندية من 20 نادي بيحصلوا على كام؟ 58.8%، 57.8%، اللي هي قيمة اللي تقريبا 2 مليار يورو. ده 3 أندية من 20. والأندية طبعا ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد. ال 17 فريق الباقيين بياخدوا 42.2 بقيمة 1.5 تقريبا مليون يورو، مليار يورو. فاكرين بقى حضراتكم نظرية القطر والجرار؟ نطبق هذا الكلام، ولم أكن أقصد أي حاجة تخص، والله ربنا يعلم، لا توجد أي، بالعكس الأندية كلها على دماغي من فوق، والله العظيم الكلام ده بقوله من قلبي، ولكن هذه هي الحقيقة، أن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، أن الوضع الاقتصادي والشكل الاقتصادي هو اللي بيحدده او اللي بيحدد بناء على ارقام كل نادي، بدليل ان 58 وشويه في الميه
بياخدوها عوائد الدوري الانجليزي 6 أندية، في اسبانيا 3 أندية من 20 نادي. في مصر اكيد الوضع هيختلف، كل بلد وليها. فلما تقول لي ما اقول لك النادي الاهلي ياخد 60 70 80 مش عارف تقريبا الرقم، لكن مش هقول ارقام عشان ما حدش يزعل مني، لكن انا وريت لحضرتك النظريه مش في مصر، بارقامها في اوروبا، في انجلترا وفي اسبانيا. في احسن من كده؟ يعني معنى كده ان الدوري الانجليزي برضه فيه جرارات، والدوري الاسباني برضه فيه جرارات. مش هقلق كتير على النقطه دي، ولكن الارقام زي ما ذكرتها لحضراتكم واضحه وصريحه، وتقدر تعمل سيرش ورايا وتشوف. ففي انديه بتعمل القيمه الكبيره لعوائد البث، وانديه تانية طبيعي تستفيد لانها منظومه كامله، منظومه كامله. لكن من غير الانديه الجرارات لا، محدش يمشي. والارقام تختلف وتختلف كتير جدا، برضو مش كلامي، ولكن ده اللي بيحصل في انجلترا وده اللي بيحصل في اسبانيا. طب بعيدا عن البث، هروح لجزء اخر. بتسمعوا حضراتكم في اوروبا عن مبيعات قمصان الانديه ودخولها ضمن الصفقات والكلام الجميل الحلو ده اللي نفسنا نشوفه. طيب خلونا نبدا من صناعه قمصان الانديه على مستوى العالم. شكلها ايه الان؟ لان ده هيدخلنا الموضوع اهم بعد كده هتكلم معاكم فيه. نمو غير مسبوق في حجم، هو امام حضرتك، في حجم قطاع الملابس الرياضيه وفقا لفيو ريسيرش، سيبلغ حجم سوق الملابس الرياضيه كام بقى؟ 479 مليار دولار بحلول عام 2025. وفي مقابل ده وفقا لفوربس سجلت مبيعات القمصان المقلده كام بقى؟ 3 أضعاف. 3 أضعاف، يعني ده بيعمل نص مليار، سوري 500 مليار، ده بيعمل 1.7 تريليون دولار زي ما حضراتكم شايفين في الجدول على الشاشه. بصوا على الارقام بس واعرفوا. ومن المتوقع بلوغ مبيعات القمصان المقلده اللي هي الحاجات اللي احنا بنقول عليها كوبي وهاي كوبي 2.8 تريليون دولار بنهاية 2022، السنة اللي انا فيها دلوقتي، اللي احنا فيها دلوقتي. طبعا طبعا مبيعات القمصان المقلدة سيؤثر بالسلب على 5.4 مليون وظيفة حول العالم. بلغ حجم سوق الملابس الرياضية 288.4 مليار يورو في عام 2020. ومن المتوقع نمو القطاع بمعدل 10% سنويا ليصل ل 500 مليار دولار زي ما قلت لحضراتكم في عام 2025. لكن يظل تحدي القمصان المقلدة التحدي الأبرز لمعدلات النمو المستقبلية. وبالمناسبة الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية للحفاظ على الملكية الفكرية أعتقد الأسبوع اللي فات، وهو ده اللي يهمنا دلوقتي. إن النادي الأهلي، لأنه خلي بال حضرتك النادي الأهلي لو باع قمصانه، هو نفسه النادي الأهلي لو باع قمصانه خلاص هو هيكسب مكاسب خرافية زي ما حضرتك شايف. فالتحدي اللي عندنا في مصر ده هو حماية الملكية الفكرية. وأنا بشكر الحكومة المصرية، مش أنا اللي أعلنت، ده دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي هو اللي اعلن بنفسه من اسبوع او من اسبوعين اعتقد. وده اللي بيسعى ليه النادي الاهلي من كام سنه بقى؟ من 20 سنة، اللي هو تسجيل شعار النادي الاهلي بشكل رسمي كمنتج تجاري وعلامه تجاريه وحاجات. طيب يعني كفايه الارقام اللي اتذكرت علشان ما اقولش ارقام اكتر من كده. ولكن تخيل حضرتك ان النادي الاهلي بيبيع التيشيرتات بتاعته تخيل الرقم اللي بيحصل في اوروبا 500 مليار يورو، انا اسف 500 مليار يورو ده القمصان بتاعت الانديه الاصليه، اما الغير الاصليه بيتباع 1.7 تريليون يورو. فلازم يجب ان يتم مواجهتها، ده اسمه اقتصاد غير رسمي في علم الاقتصاد.
فتخيل لو النادي الاهلي بقى الدوله الحكومه اطلقت هذه الاستراتيجيه الملكيه الفكريه، والنادي الاهلي نفس الكلام عايز بقى يحافظ على الملكيه الفكريه، يبقى مثلا لو بيبيع ب 100 جنيه النادي الاهلي هيبيع ما انتوا عارفين بقى 70 80 مليون اهلاوي هيشتروا تيشيرت ان شاء الله. هي دي المشكله، وان شاء الله هيكون لها حل مستقبلي بعد هذه الاستراتيجيه لحمايه عوائد كل الانديه بقى. النادي الاهلي هيعمل كده، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، بقيه الانديه هتعمل كده، الانديه الجماهيريه الكبيره اللي تقدر من خلال التيشيرتات بتاعتها تجيب فلوس تصرف على ناديها. طيب بما اننا بنتكلم على شركات الانديه او شركات الملابس للانديه، نروح نشوف مع حضرتك على الشاشه اعلى عقود شراكة لأندية الدوري الإنجليزي مع شركات الملابس الرياضية وفقا لسبورتس برو ميديا، مش إسلام يعني. نادي أرسنال مع إحدى شركات الملابس 300 مليون استرليني في الفترة من 2018 حتى 2024. تشيلسي 900 مليون استرليني في الفترة من 16 ل 2032. شايفين حضراتكم بقى ايه لغايه سنه كام؟ ليفربول 30 مليون يورو سنويا حتى الان، 30 مليون استرليني انا اسف سنويا. مانشستر سيتي 650 مليون استرليني في الفتره من 2019 ل 2028، قسمها بقى على السنه. مانشستر يونايتد 75 مليون استرليني سنويا، ده عامل عقد ب 10 سنين يعني 750 مليون استرليني، يعني ارقام تخض. عشان كده لما بيعوز يجيب اللاعب الفلاني بيروح يجيبه. هل ممكن يوم من الايام نشوف مكاسب بارقام جيده من مبيعات التيشيرتات الانديه في مصر؟ لو حضراتكم عايزين تعرفوا كره القدم ازاي بتؤثر في اقتصاد الدول وحجم تحويلات الاموال، تعالوا اوري لحضراتكم برضو امثله بسيطه. والله انا اسف انا عارف ان الارقام بتبقى صعبه شويه، ولكن معلش ركزوا معايا في الارقام اللي جايه. اكثر الدول استفاده من التحويلات الماليه الخاصه بايه؟ بالدوري الانجليزي من 2010 ل 2020. شوفوا الدوريات دي خدت من الدوري الانجليزي كام؟ دخلت بلدها الدوري الفرنسي 1.4 مليار يورو، الدوري الاسباني 884 مليار يورو، الدوري الالماني 878 مليار يورو، وهكذا. لغايه الدوري البرازيلي 195 مليون يورو. عارف حضرتك الكلام ده معناه ايه؟ ان انجلترا ودت لعيبه بقى، ودت حاجات اخرى بالاتمان دي للبلاد دي كلها. ده لعيبه بس، استثمار في العنصر البشري فقط. عرفت بقى حضرتك يعني ايه اقتصاد كره القدم؟ عرفت يعني ايه حضرتك ان النادي الاهلي ممكن يصرف على النادي في كل حاجه من تيشيرتات؟ اما بقى فيما يتعلق بالدوري الاسباني مثلا، خلينا نروح للدوري الاسباني برضو. خلال نفس الفتره بلغ 5.1 مليون يورو، تم بيع لاعبين بقيمه 4.8 مليون يورو ليحقق بذلك مليار انا اسف ليحقق بذلك صافي خساره تقدر، ده خساره الدوري الاسباني من البيع والشراء اجمالي يعني 355 مليون يورو. طب أكثر الدول التي استفادت بأموال وتحويلات الدوري الأسباني، الدوري الأسباني مين؟ اشترى منين الدوري الأسباني؟ 688 مليون يورو لصالح الدوري البرتغالي، أقرب حاجة يعني. وبعد كده 368 مليون يورو لصالح الدوري البرازيلي، و191 مليون يورو لصالح الدوري الهولندي، وهكذا. إيه رأي حضراتكم في هذا الأمر؟ عرفتوا يعني إيه حضراتكم اقتصاد كرة القدم؟ اقدر اتكلم مع حضرتك في الدوري الالماني، لكن لا، عدي الدوري الالماني وعدي ارقام الدوري الالماني. ما هي الارقام دي حضرتك اي حد عايز يفهم ويكون واعي
لما سيحدث أو ما يحدث خلال الفترة القادمة من تحويل كرة القدم، بقالنا فترة في مصر بنعمل كده، إلى صناعة. لازم يعرف الأرقام دي كويس، لازم تعرف هو ليه النادي الأهلي بيدفع كده وبيصرف كده. هو النادي الأهلي لما يصرف 100 مليون، ما هو عارف إن هو هيجيله مليار قدامه. النادي الأهلي لما يصرف 200 ولا 300، بيعرف إن هو هيجيله الناحية التانية فلوس تانية قدامه. طب هل في أندية قدرت إن هي تبقى تحقق أرباح من خلال بيع لاعبين تم تكوينهم في قطاع الناشئين ولا لا؟ طيب اتفضل حضرتك، الجدول مع حضرتك على الشاشة. أكثر أندية تحقيقا لإيرادات مالية من بيع لاعبين من إنتاج قطاع الناشئين، النادي من 2014 ل 2021 بنفيكا كسب كام من بيع لعيبته اللي موجودين؟ 379 مليون يورو في 7 سنين أو 8 سنين. ريال مدريد 330 مليون يورو، موناكو 285، اياكس امستردام 283، ثم اولمبيك ليون 270 مليون يورو. ادي الكلام، ادي الشغل. طيب حد بقى يجي يقول لي انت عمال تحكي وبتاع، طب الاهلي فين؟ الاهلي زي ما قلت لحضراتكم بالظبط، نادي له طبيعه مختلفه عن نموذج الاكاديميات ده، لانه نادي نادي جماهيري باكبر شعبيه في افريقيا والوطن العربي وفي مصر، فبيخلي اولوياته مختلفه. فعندما يبرم الصفقات او افضل التعاقدات بيحقق استقرار في كره القدم، عشان هو هدفه ايه؟ المنافسه على كل البطولات. لكن نماذج زي جنراسيون فود دي طبعا يعني هدفها فقط الوحيد الربح المالي. النادي الاهلي بيحاول، هدفه الوحيد هو ارضاء جمهوره. هدفه الوحيد هو ارضاء جمهوره، لانه انا لما اجيب بطوله افريقيا ما انا بدخل فلوس، لما اجيب السوبر الافريقي ما انا هدخل 11 مليون دولار، لما اروح العب في كاس العالم واطلع ثالث ما انا هاخد 5 6 مليون دولار، وبالتالي بقدر اجيب الفلوس اللي اقدر اصرف بيها على نفسي. تنوع العوائد، أنا عندي الناشئين، ما احنا قلنا لحضراتكم هذا الأمر السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، النادي الأهلي اتبع سياسة إعارة الناشئين، ما هو بيستفيد منهم من ناحيتين، الناحية الفنية والناحية المالية. إن أنا أخلي اللعيب اللي كويس أرجعه، واللي مش هيحتاجه خلاص بعته وخدت عليه فلوس. هو ده الكلام، هو ده التفكير. ناس تقول لي هو انتم مهتمين قوي بشركه كره القدم. ايوه، شركه كره القدم دي هتبقى اساس كل شيء في كره القدم خلال الفتره اللي جايه. ياسين بيه منصور عمل شغله في السنه، او عمل اللي مطلوب منه في السنه بما يتناسب مع اسمه ومجهوده ومجموعه المجموعه اللي كانت معاه. ثم جه المهندس عدلي القيعي، واحد انا مش انا اللي هتكلم عن المهندس عدلي القيعي، تاريخ النادي الاهلي تاريخ ماشي على الارض، المهندس عدلي القيعي، فمش انا اللي هتكلم عن المهندس عدلي القيعي. فالحقيقه الناس تقول لي مهتمين قوي بشركه الكوره وعمالين تعملوا، بعد ما لا يشجع الاهلي طبعا، لا، شركه الكوره دي هي اللي هتعمل كل الكلام اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم ده. هي انديه اوروبا، وكيف وصلت الانديه الاوروبيه الى هذه المرحله اللي انا اتكلمت فيها مع حضراتكم؟ عشان عندهم شركات، عندهم موديل متطور لهذا الامر، في نفس الوقت عندهم كوادر مؤهلة إن هي تشتغل في هذا الأمر على اقتصاد كرة القدم. فناس تقول لي إيه هو مين خالد عبد القادر ده اللي أنتوا جايبينه؟ إيه راجل بتاع أرقامه؟ ما هو زي ما حضرتك شفت، هو إيه الكرة فيها إيه؟ النهاردة كل كلامنا أرقام بس بالمليارات. للي هيبص للي إحنا بنتكلم فيه ده، كرة القدم هي صناعة واقتصاد كبير جدا في العالم، في العالم كله. فهيحصل ايه الفترة اللي جاية؟ كل حاجة زي ما حضراتكم شايفين رايحة للأرقام. ده بيصرف قد ايه؟ ده بيخش قد ايه؟ طب هنبيع ناشئين بكام؟ طيب هناخد بطولات بكام؟ طيب هنشتري لعيبة بكام؟ هنبيع بث ورعاية بكام؟ حاجات كتيرة جدا. أنا آسف إن أنا طولت في هذا الأمر، ولكن كان لازم يعني حضراتكم تشوفوا معايا ايه اللي بيحصل.
والدليل انا هختم معاكم بحاجاتكم مع حضراتكم بحاجه مختلفه جدا، حاجه مهمه جدا لازم نحطها في الاعتبار، اتعملت في الدوري الانجليزي وتاثير، عشان برضو الناس اللي بتقول اصل السوشيال ميديا مش مهمه، طيب مش اسلام اللي عمل كل النص ساعه وال 45 دقيقه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم، مش اسلام خالص، دي كل معلومه من الجهه بتاعتها زي اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي من تقرير من البريمير ليج. سوشيال ميديا في وجود محمد صلاح في ليفربول وربطها بالدوري المصري. شوف حضرتك اللي على الشاشه ده، ده جزء من التقرير اللي معمول للبريمير ليج للسنه اللي فاتت ودراسه شعبيه الدوري الانجليزي بعد وجود محمد صلاح شعبيته في مصر. يعني الدوري الانجليزي بيدور بيشوف شعبيته في مصر ماشيه ازاي. تخيل، هذه الدراسه اللي امام حضرتك بتقول ان 88 من المشجعين المصريين اللي اتعملت عليهم الدراسه اختاروا انديه في الدوري الانجليزي كانديه مفضله ليهم، وبعد وجود محمد صلاح ونجاحاته مع ليفربول ارتفعت نسبه مشاهده الدوري الانجليزي في مصر الى 85% في مقابل 80% لمشاهده الدوري المصري. تخيل، يعني انت لو عندك ماتش دوري مصري ودوري الانجليزي، الدوري الانجليزي ده ليفربول بيلعب 80% 85% عايزين يشوفوا الانجليزي و80% هم اللي يفضلوا يبصوا على الدوري المصري. طبعا انا اتخيل ان ده باستثناء مباريات الاهلي، وجهه نظري يعني. حتى ان صفحه الدوري الانجليزي على الفيسبوك كان فيها كام مشجع مصري؟ 2 مليون مشجع مصري. يعني حتى السوشيال ميديا بتعمل ارباح للانديه الاوروبيه زي ما حضرتك شايف، احصائيه على الشاشه هتطلع كمان قدام حضراتكم دلوقتي بارباح الانديه الاوروبيه من حساباتها على السوشيال ميديا. يا عم انت وجعت لنا دماغنا، بس بصراحه زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، توتنهام عامل 4.3 مليون يورو كوميرشال ريفينيو بار سوشيال ميديا فولورز، ده من حسابات السوشيال ميديا فقط. توتنهام الاعلى باربعه في اوروبا، انا اسف دي في اوروبا ان يورو. فزي ما حضرتك شايف كل حاجه وليها حساباتها، كل حاجه وليها حساباتها، وكل حاجه وليها فلوسها، وكل حاجه وليها طريقتها، وبيحسبوها بقارتها، يقول لك ده هنا في اوروبا وبعدين يحسب لك في مصر او في افريقيا. فكل حاجه بيتم حسابها. اتمنى ان، انا عارف ان الحلقه النهارده هتكون يعني غلسه شويه للبعض، لكن صدقوني لو قدرنا نشوف الارقام دي والنادي الاهلي ان شاء الله يصل الى هذه الارقام، مش نفس الارقام ولكن يصل الى الشكل اللي احنا ماشيين بيه خلال الفتره اللي فاتت، علشان نقدر نوصل للي بيحصل في اوروبا. يمكن النادي الاهلي بس، هو وجهه نظري يعني ان النادي الاهلي هو اللي بيقرب من الانديه الاوروبيه دائما. انا اسف ان انا طولت على حضراتكم وقلت لحضراتكم ارقام كتيره، ولكن صدقوني اعتقد بعد الحلقه دي ناس كتيره جدا هتبتدي تفهم يعني ايه النادي الاهلي، وكيف يستطيع النادي الاهلي ان يصل الى ما يريد ان يصل اليه خلال الفترة القادمة. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع بقى مع حضراتكم أخبارنا وأخبار البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. السويسري الحقيقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان حريص على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي على ملعب مختار التتش بالجزيرة. خاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة، وكان في بداية المران قبل تأدية مجموعة من الفقرات الخططية والفنية في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد. ويخوض الأهلي مرانه الثاني مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش
الودية التي تجمع الفريقين في الرابعة عصر غدا على ملعب الأهلي والسلام. وفاز الأهلي في أول مباراتين وديتين ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد على فريقي بتروجيت ثم أسوان، ويستعد الفريق للموسم الجديد خلال الفترة القادمة. قاد مارسيل كولر ايضا المدير الفني لكره القدم بالنادي الاهلي مرانا خاصا للاعبين الدوليين مساء اليوم على ملعب التتش، وحرص كولر على عقد جلسه قصيره مع اللاعبين قبل بدايه الفقرات المران للاعبين، حيث خاضوا جلسه تدريبات استشفائيه في الجيم. مصطفى سعد ايضا بينضم الى تدريبات النادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين الفتره اللي فاتت كان هناك عدد من اللاعبين الدوليين متواجدين مع معسكر منتخبنا الاول والاولمبي، وايضا معسكر منتخب مالي ومعسكر منتخب تونس بالنسبه لأليو ديانج وعلي معلول، وبالتالي بعد عوده هؤلاء اللاعبين قعد معاهم مارسيل كولر وايضا اتكلم معاهم ورحب بيهم واتكلم في هذه الامور. وبرضو حاجات مهمه جدا 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 بنشوفها خلينا نحكي فيها، ولكن مع في الجزء الاخير من هذه الحلقه علشان نقدر نتكلم مع زملائنا فيما يحدث. فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني يسافر في اجازه في البرتغال عقب انتهاء معسكر المنتخب. المنتخب الأولمبي أيضا يواجه إسواتيني في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23، وإسواتيني تأهلت على حساب بوتسوانا، وكان مجموع المباراتين 3-2. سفير مصر في تونس يستقبل بعثة رجال اليد ويخوض مرانو الأول اليوم. كالعادة سفراءنا في جميع الدول السفير إيهاب فهمي ورئيس البعثة المهندس خالد مرتجي وبقية اللاعبين طبعا كانوا متواجدين إن شاء الله ويخوضوا مرانهم الأول للمشاركة في البطولة أفريقيا للأندية. الأهلي أخيرا يوافق على اعتزال مودي الجرحي وإبراهيم الجمال. مودي الجرحي وإبراهيم الجمال من اللاعبين اللي ادوا عمرهم كله الحقيقه للنادي الاهلي، كل التوفيق، حصلوا على بطولات كثيره جدا، كل التوفيق ليهم ان شاء الله خلال الفتره القادمه وفيما يقرروه بعد نهايه حياتهم في مشوارهم انا اسف في كره السله، ان شاء الله يبقى عندهم بقى مشوار سواء في الناحيه الاداريه او الناحيه الفنيه، كل التوفيق ليهم ان شاء الله خلال الفتره القادمه. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل زي ما قلت لحضراتكم أربعة من الشباب اللي دايما بيكونوا معانا نتكلم عن اقتصاد كرة القدم، مهم جدا 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 نشوف ايه اللي بيحصل في هذا في اقتصاد كرة القدم. اولا كريم سعيد واحمد ثابت ومحمد جبال ومحمد وايمن جلبرتو هيكونوا معانا على الهواء مباشرة عشان نقدر نتكلم في هذه الامور بشكل جيد. بعد الفاصل ان شاء الله يكونوا معانا على الهواء مباشرة في البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ازيك يا اسلام؟ بارك ايه؟ الحمد لله تمام؟ الحمد لله. فاكر احمد؟ فاكره يومه جاي يوم قرب دلوقتي؟ ما تكلمش دلوقتي؟ لا لا كله في وقت، ارحمه يومين كده. طيب يومين كمان بعد اللودنج. ازيك يا ايمن؟ ازيك يا اسلام؟ بارك ايه؟ الحمد لله كله كويس؟ كله تمام، كله زي الفل. غير ما اقول لحضرتك. ازيك يا جيم؟ حبيبي يا كابتن. كله كويس؟ زي الفل الحمد لله. كمان هو اشمعنى يعني بص كلنا لابسين جاكيتات عادي، هو لابس جاكيته زهري. ما تفهمش ليه؟ وبعدين ما البتاع اللي وراك الشاشه اللي وراك بص زرقاء فمع زرقاء. زرقاء مع الحسد. فرحان بص ده انا مش هسيبك اوعدك، بس ان شاء الله كل حاجه تبقى لطيفه كده في وقتها. في وقتها. وكل حاجه في وقتها. طيب النهارده الحقيقه انا فاتح ملف اتمنى ان هو يحوز على اعجاب الناس، اللي انا شايفه على من التفاعل الاهلاويه على السوشيال ميديا مبسوطين الحمد لله بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه، لانه كلام مهم جدا فيما يخص اين نقف في ملف الاستثمار الرياضي. قبل بس ما اقول اين نقف في ملف الاستثمار الرياضي، انا حابب جدا ان انا اشكر زميلنا
محمد عبد المنصف. محمد اشتغل جامد جدا على هذا الموضوع خلال الفتره اللي فاتت، لان بقى لنا اسبوع تقريبا بنحضر في هذا الامر، فانا بشكره مره ثانيه على الهواء مباشره على الشغل الكتير والكبير اللي هو عمله. وهو كان لسه بيسالني سؤال الحقيقه قبل في الفاصل، محمد كان بيسالني يعني بيقول لي يا كابتن طب يعني هل امتى ممكن يبقى عندنا احنا في مصر هذه الارقام او ارقام يمكن البناء عليها خلال الفتره اللي جايه؟ انا بتكلم عن النادي الاهلي، فبالتالي انا ممكن اجيب الارقام من جوه النادي من كذا من كذا، ولكن عموما بشكل عام هل من الممكن ان يكون عندنا ارقام؟ لان حتى هذه اللحظه واعتقد انت اكتر واحد تقدر تقول لنا هذا الامر. بص كابتن، طبعا موضوع الاقتصاد الرياضي او الاقتصاد في كره القدم موضوع كبير جدا ويشمل توبيكات كتيره. مثلا هربطه بنقطه بسيطه كان الناس بتتكلم عليها في الفتره الاخيره وكان حصل عليها جدل، هل لما فريق بيكسب بطوله وفريق ما يكسبش ده معناه ان هو اقتصاديا ثمنه في الرعايه الجايه يقل ويبقى اكتر من التاني او العكس صحيح؟ لا، ملهاش دعوه. ملهاش دعوه. ليه حاجات كتيره، النهارده احنا بنتكلم على البراند. أوكي. النهارده مثلا بنتكلم عن النادي الاهلي، براند النادي الاهلي ده له ثمن. الثمن اللي بيحدد براند النادي الاهلي ده حاجات كتيره جدا، منها تاريخ النادي، منها الفروع النادي ده ليه كام فرع، ليها النهارده النادي ده في اخر 10 سنين رياضيا في الرياضات كلها بيعمل ايه، عنده قاعه تلفزيونيه ولا ما عندوش، عنده اكاديميات حجمها قد ايه، امور كتيره جدا 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 لا تكفي ان الرياضيين بس اللي يتكلموا فيها. زي ما كنا بنتكلم على موضوع اتحاد الكوره، وان كان لازم مثلا في موضوع الاقتصاد كان لازم اقتصاديين عشان يحطوا الحته دي. فموضوع كبير ومتشعب جدا للغايه، ولكن النهارده فعلا واحده من النقط بقت مهمه قوي في العالم بنشوفها، ان في انديه صغيره بدات النهارده تجد لنفسها ما يشبه في وجهه نظري ميزانيات الدول الصغيره في العالم بسبب كره القدم. تلاقي نادي مثلا ممكن يستثمر ما يقرب من 20 و30 مليون يورو في سنه واحده، وهوب السنه اللي بعديها اللاعب ده اللي هو جاي او مجموعه اللعيبه اللي هو جابهم بال 30 20 30 مليون يورو دول باعهم بما يقرب من 200 و300 مليون يورو. برضو عند الاكاديميات دايما وابدا واحده من وجهه نظري من عوامل نجاح اي نادي كبير في تحويل المجهودات اللي بتتعامل مع اللعيبه الشباب الصغيره لفلوس. شفنا النهارده مثلا نادي بقى له 3 سنين اعتقد بقى يعني بنسمعه كتير، جنراسيون فوت، نادي او الاكاديميه السنغاليه، هو نادي تابع لنادي فرنسي ستاد رين، ونادي بيتصرف عليه كتير جدا. شفنا حتى لعب في مصر هنا من حوالي سنتين، والنهارده النادي ده بيصدر لعيبه لاوروبا بالظبط بمبالغ كبيره. ده بسبب ايه يا كابتن اسلام؟ بسبب النهارده الكوره تحولت لبزنس. فالبزنس ده بقى في كذا توبيك، في توبيك الاكاديميات، في توبيك بيع وشراء اللاعبين. انا ممكن النهارده انا ابقى نادي استثماري، مثلا دايما بقول ان نادي فالنسيا حافظ على نفسه في اسبانيا وفي الدوري الاسباني منذ التسعينات، وبرغم كان عندهم ازمات اقتصاديه كتيره بسبب انه جه خد قرار قال انا هصدر اللعيبه بتاعتي. نعم. انا هخلق لعيبه واصدر. انا ولا بنافس ريال مدريد ولا بنافس برشلونه وانا مش في نفس الرانك بتاعهم، مش عايز. انا هبدا اطلع لعيبه صغيره وابدا ابيعها سواء داخل اسبانيا او خارج اسبانيا عشان اقدر اعيش واكسب واخلي دوره راس المال تلف بالشكل الطبيعي وافضل عليه. انا شايف النهارده بصراحه ربما اعتقد في الحلقه اللي كانت كتير الانديه الفرنسيه بقت من اكثر في وجهه نظري الشخصيه اكثر الانديه نجاحا في العالم في مساله التسويق اللاعبين سواء اللعيبه او الاكاديميات. برضو ايمن انا محتاج اعرف متى يمكن ان نجد ارقام يمكن البناء عليها خلال الفترات اللي جايه؟ يعني انا عشان اتكلم في الموضوع ده عملت ايه؟ قعدت مع عمر ومع هشام ومع حاتم واتكلمنا في هذا الامر، احنا عايزين نتكلم في الموضوع ده، فنقعد فهنوصل للارقام ازاي؟ من خلال سوشيال ميديا مظبوط، او من خلال جوجل، او من اي حاجه، صح؟ صح. فبالتالي انا هيكون عندي ارقام اساسيه اقدر اتكلم فيها او شكل اقدر اتكلم فيه. امتى في مصر؟ هل انا دلوقتي لو بحثت عن
اقتصاد كرة القدم في مصر، هل من الممكن ان انا الاقي ارقام؟ صعب جدا. حتى كابتن اسلام ممكن تلاقي مثلا حاجه تخص النادي الاهلي بصفه اموره مثلا معلنه بشكل ما الى حد ما نادي الزمالك، لكن لو هتتكلم على الاقتصاد بشكل عام، الانديه في مصر بتكسب بتخسر، الكره في مصر بتكسب او بتخسر، مش هتقدر تقف على حاجه، لان مفيش زي ما نقول كده نظام متبع او في لوائح معينه او في خبراء اقتصاديين شغالين على الملف ده، سواء في الانديه او في الاتحادات. هنتكلم في الرياضه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص. النهارده واحنا في 2022 خلاص بنخلص داخلين 23، الانديه مش بس مصادر دخلها ممكن يبقى بيع وشراء اللاعبين زي ما كريم قال، لا ده في الديجيتال نفسه اللي هو الانديه، الصفحات بتاعت الانديه على السوشيال ميديا بتدخل لهم مبالغ، في انديه بتدخل لها مبالغ طائله. النهارده ممكن يجيب لاعب، مجرد لاعب مثلا من اسيا، لاعب من افريقيا، لاعب من مكان معين عشان يستفيد من حجم شعبيه هذا اللاعب، ويخلي ان البلد مثلا عنده لو فيها ملايين السكان مثلا يتابعوا النادي ده او يتابعوا الفريق ده ويشتروا التيشيرتات. محمد صلاح اللي احنا حطيناه بالظبط، يعني تخيل، بقول لك يعني انت لو عندك هنا، انا اسف ان انا لا طبعا، ولكن عشان هي دي ارقام حقيقيه من الدوري الانجليزي مطلعها، مش انا، ان محمد صلاح لما او ليفربول لما بيبقى بيلعب 85% من هنا في مصر، 85% من المصريين او من اللي بيتفرجوا او اللي بيتابعوا الدوري الانجليزي بيتفرجوا على نفس العدد، 80% فقط لو الدوري، لو مباريات الدوري المحلي شغاله 80% بيتفرجوا، ولو مباريات الدوري الانجليزي 85% بيتفرجوا. اه طبعا على الدوري الانجليزي على ليفربول. ده اصلا ليفربول، يعني محمد صلاح نفسه قال كلمه في احد حواراته قبل مباراه مانشستر يونايتد، قال انا في مصر كان معروف ان الشعبيه الاكثر مانشستر يونايتد وارسنال، لكن لما انا بقيت موجود في ليفربول شعبيه ليفربول في مصر كبر، فهم نفسهم واخدين بالهم من حاجه زي وبيلعبوا على الموضوع ده دلوقتي. ومحمد صلاح تم التجديد ليه بمبلغ كبير بسبب الكوره بس، صح؟ لا طبعا اقتصاديا كمان هو قوه كبيره جدا. النهارده الانديه اغلبها في اوروبا دلوقتي عندها صفحات معينه شغاله بسيستم على الشرق الاوسط ومصر، وبيتكلموا باللغه بتاعتنا والافيهات بتاعت الافلام بتاعتنا وكل حاجه. ليه؟ عشان خاطر هو يجذب ان احنا نبتدي نشير ونكومنت عندهم، فده بالنسبه لهم استثمار. فهي المشكله زي ما نقول هنا كابتن اسلام في مصر، ان مفيش سكيل واضح لموضوع الاقتصاد. النهارده احنا الحلقه اللي فاتت واحنا بنتكلم عن اللعب المالي النظيف، لحد النهارده برضه ما عرفناش ايه اللائحه اللي تخص اللعب المالي النظيف والمراقبه، فمفيش مراقبه على شكل الاقتصاد بتاع الانديه. في شركات يعني الناس كلها اتكلمت في هذا الامر، ولغايه امبارح ولا اول امبارح احنا بنتكلم في اللعب المالي النظيف، واتحاد الكره ما بمجرد ان احنا بس فتحنا الموضوع يشوف يعني ساعه ولا اقل من ساعه كمان بالزبط. لكن حتى هذه اللحظه الناس بتتكلم فيه ومحدش قال لنا ايه اللي ممكن يحصل بالظبط. يعني كابتن اسلام يعني فهي الفكره لازم كل نادي يبقى عارف ايه دوره، هو يقدر يشتري، يقدر يبيع، يستفيد ازاي الشعبيه. النادي الاهلي مثلا النهارده الشعبيه زي ما كريم قال جمله مهمه، فكره توزيع الرعايه والبث والحاجات دي، بيبقى في بعض الدوريات في لوائح بتنظم ان في انديه بتتساوى، يعني في او في مبلغ مالي بيتوزع على كل انديه، لكن في الاخر انا اسف هي قاعده واحده، هي قاعده لما تيجي تبص لها في كل الانديه هي قاعده واحده. القاعده دي ممكن تطبق في الدوري الانجليزي على 6 انديه، صح؟ في الدوري الاسباني على 3 انديه فقط. في الدوري المصري لما تيجي تطبق هذه القاعده الاقتصاديه، عشان كده لما كنا بنتكلم السنه الاسبوع اللي فات، لما كنا بنتكلم في موضوع اللعب المالي النظيف، كنا بنقول لاتحاد الكوره يا جماعه هاتوا اقتصاديين يتكلموا في هذا الامر، مش اسلام ولا كريم ولا ايمن ولا جيمي ولا ثابت، لا احنا عايزين ناس بتتكلم في الاقتصاد. انا ارقام وقدرت اتكلم فيها مع الناس النهارده، يعني فعشان كده انا بقول لك انه الموضوع مختلف. طب هل احنا نقدر نحسب ان الانديه في مصر بتبيع تيشيرتاتها ازاي؟ هل نقدر نحسب او نسيطر على فكره التيشيرتات الاصليه بتتباع عامله ازاي والتيشيرتات المقلده عامله ازاي؟ هل نقدر نشوف المنتجات اللي بتحمل شعارات الانديه وهي بتتباع؟ الحكومه بدات في تطبيق نظام او استراتيجيه الملكيه الفكريه بدايه من ال 10 ايام فاتوا او حاجه، ودوله رئيس الوزراء اعلن هذا الامر، وبالتالي ممكن النادي الاهلي بدا في هذا الامر من فتره. لا انا اقصد ان لو في ارقام بقى واضحه تقدر النهارده تسيطر تقول لا النادي مثلا. وحضرتك بتتكلم احنا معانا صور لمبيعات القمصان الاصليه، المفروض ان هي الاصليه، يعني بايرن ميونخ في الصداره، ريال مدريد، ليفربول، بص كلهم الانديه، هتلاقي الانديه دي بعيدا عن ان هم ليهم قاعده كبيره جدا جوه بلادهم، لكن هم كمان منتشرين في العالم كله. فالنهارده ريال مدريد كل الناس تشتري تيشيرت ريال مدريد اول ما بينزل، ليفربول وهكذا. لا رقم بس قول ايمن عشان برضه رقم بايرن بيع 3 مليون وربع تيشيرت في 2021، يعني لو التيشيرت مثلا بيعه
ب 100 يورو تقريبا 100 يورو 100 يورو بس خلي بالك هي بتدخل فيها نسبه الشركه الراعيه بس ما هو في الاخر انت بص الرقم هنا كام هنا برضو حاجه هنا مسؤوليه المشجع العقليه الثمانيه سلم عليا سلم عليا برافو عليك لان انا لسه كنت هقول والله بجد لسه كنت هقول مسؤوليه المشجع بس ده مش قايلني بس وعقليه المشجع اللي لازم في العالم بقول لك النادي الاهلي مش المانيا هناك الراعي اديداس والشركه الالمانيه ده ما بنتكلمش على الاحصائيه دي ما بنتكلمش داخل المانيا بس الاحصائيه دي شامله بعت تيشرتات في العالم كله في العالم كله بس انت هناك كمشجع للبايرن ميونخ هنا دور جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي دايما ما بيتوصلش في الحاجات دي بصراحه بس ان انت بتشتري التيشيرتات بالشكل ده بتفرق يعني بايرن ميونخ اهو 3.5 3.25 ريال مدريد الثاني ليفربول مانشستر يونايتد يوفنتوس برشلونه يعني الترتيب واضح انا ممكن اقفل الحته دي بحاجه كابتن اسلام يعني في حته في الجزء ده تحديدا لعبه الفيفا مشهوره جدا الكترونيا البلايستيشن البلاي على البلايستيشن حتى الان واحنا في 2023 واللعبه دي لو بنلعبها من ايام الدوس سنه 96 و94 الحاجات دي حتى الان ايوه لحد دلوقتي الدوري المصري مش موجود رسميا فيها وكان طبعا في اصدارات معينه لازم مره رسميه امتى تقدر تجاوب على السؤال ده لا المره اللي لعبتها فيها سنه 2000 وكان باتش الصراحه سنه 2000 ما هي سنه 2000 السنه الوحيده اللي الفيفا نزلت فيها الدوري المصري بشكل رسمي اشمعنى سنه 2000 يعني انا الامانه لعبتها وقتها ربما كان ساعتها يعني منتخب مصر لعب كاس القارات 99 واللعبه كانت بتحاول انها تخش شويه اصلا بس دي المره الوحيده خلاص ما دخلوا مش دخلوا دخلوا ودخلوا لكن دلوقتي يا كابتن اسلام الدوري السعودي موجود دوري جنوب افريقيا موجود ليهم ليه الناس دايما تسال تقول لك هل الدوري السعودي مثلا اقوى هل الدوري جنوب افريقي اقوى هل في لا الناس هناك بتشتري اللعبه فبتلعب فبناء على المبيعات دي هو حط له لعبه غاليه قوي ما انا لعبه السنه دي ب 1200 جنيه كتير كتير قوي ناخد من احمد بقى ناخد من 200 طيب مش هقول بتوع ايه ال 200 بعدين دلوقتي خالص ما ينفعش دلوقتي خالص طيب احنا بنتكلم على التيشيرتات بمناسبه التيشيرتات الاصلي انت بتبيع ب 500 مليون يورو على مستوى العالم لكل الانديه 500 مليار او 500 مليون مش فاكر هتقولي اعطى 5 مليار مليون. لا لا اصل الثانيه التيشيرتات الغير اصليه اللي هي المقلده اعلى طبعا 1.7 تريليون طب تريليون طب ثلاث اضعاف الرقم على فكره النادي الاهلي في الفتره السنين الاخيره الصين كسبانه من كام منهم بقى الصين طبعا واخده 1.7 مليار اكيد يعني الصين كسبانه مثلا اعتقد اكتر من نص بس من المبلغ للامانه في اخر 3 4 سنين يا كابتن حجم سوق الملابس الرياضيه بقى اللي هي الماركات الكبيره بقى البراندات الكبيره بقى اللي هي كذا وكذا 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 دي 479 مليار و6 من 10 دولار لغايه 25 ده المتوقع المقلده كام 1.7 مليار او تريليون دولار ثلاث اضعاف الرقم عشان كده بقول لك كابتن اسلام النادي الاهلي الفتره اللي فاتت الكام سنه الاخيره والامانه الشركات الاهلي كان بيتعاقد معاهم في موضوع الملابس كانوا بيقولوا حاجه جميله جدا وبشوفها ذكيه ان هو كان بيعمل ثلاث فئات من التيشيرتات عشان تتناسب مع النادي الاهلي شعبيه كبيره في اللي عندهم قدره ان هم يدفعوا مبلغ معين للتيشيرت في اللي يقدر يدفع مبلغ بسيط فكان الثلاث فئات دي بتسهل ان هو يسيطر الى حد ما على ان انت لان انت هتلاقي التيشيرت الاصلي بتاع النادي الاهلي مثلا بمبلغ ب 190 جنيه لو رحت جبته مقلد هتلاقيه برده ب 100 ومش عارف هتروح فانت بنفسك هتحس ان انت هتروح تشتري اللي هو الاصلي تبع الشركه فده اعتقد كان من الحاجات الكويسه اتمنى ان الفترات اللي جايه يبقى في افكار زي كده صدقني يا كابتن اسلام الموضوع هيفرق جامد مع الانديه وهيفرق جامد طبعاً مع الكره المصريه طبعا انا مصدقك على فكره انا عامل الحلقه النهارده عشان هم ما بيردوش علينا فحضرتك اللي هترد انا عامل الحلقه النهارده ليه علشان نتكلم على او نقول للانديه يا جماعه بدل ما انت بتتخانق من هنا وبتروح تستلف من البنك ده وتستلف من البنك ده حاول تخلص او اسمها ايه حاول ان انت تشتغل على موضوع الموارد بتاعتك تطور من ادواتك بحيث ان انت تقدر تبيع وتقدر تشتري وتقدر تاخد تقدر بدل ما تدفع مليون تدفع 2 و3 و4 عشان يجي لك عليهم 10 و20 طيب اين نحن الان من ملف الاستثمار الرياضي في كره القدم والله هو احنا عندنا دوري قوي بس ما عندناش يعني سيستم ماشيين عليه لازم اولا الانديه تكون كلها شركات كوره يعني لازم يكون في كل الانديه في شركات كوره عشان انا اقدر اعمل سيستم ويكون في سيستم وفي نظام الحاجه الثانيه لازم اغلب الانديه يكون عندها ادارات تسويق
طبعا ادارات التسويق دي هي اللي هتبقى مسؤوله عن التسويق والحساب الاموال اللي داخله والاموال اللي خارجه. خليني اقول لحضرتك بما ان احنا بنتكلم على الاستثمار الرياضي، خليني اقول لحضرتك ان البرازيل كره القدم فيها 5% من اجمالي الدخل القومي، يعني الدخل القومي الاقتصاد بتاع البرازيل 5% منه من كره القدم. البرازيل كريم كان بيتكلم على فرنسا، البرازيل هي الاكثر، البرازيل اكثر دوله في العالم بتصدر لعيبه، البرازيل رقم واحد مصدره في الاحصائيه دي لسه طالعه في شهر 5، مصدره محترفين بره البرازيل 1219 لاعب. الدوله الثانيه فرنسا 978 لاعب، الارجنتين 815، انجلترا 525، المانيا 441. فانت بتتكلم البرازيل وفرنسا اكثر دولتين بيصدروا لعبتهم بره. خليني اقول لحضرتك كمان ان الاقتصاد بصفه عامه في الكوره دلوقتي، انت حوالي 7 مليار شخص حوالين العالم، منهم مليار بيشتغل او بيحصل على دخل من خلال العمل في الرياضه، سواء بقى في كره القدم، سواء في الاستادات، في المجال الكروي بصفه عامه. فده رقم كبير جدا، احصائيه اتعملت برضو في احد المواقع العالميه ان نسبه كبيره، ان ده نتيجه برضو بيتكلموا على الاقتصاد. يعني النهارده الدوري الانجليزي يعني ايه الدخل وايه الفلوس والمكاسب اللي موجوده دي؟ النهارده الاقتصاد الانجليزي داخل الاقتصاد 7.6 مليار استرليني مساهمه بس في ضخ الاقتصاد. اهو قدامنا الارقام 7.6، ده ضخ للخزنه العامه في الاقتصاد. تخيل. في البريطاني رقم كبير جدا. رقم كبير. تخيل ولا مش يعني 7.6 مليار. لا، الحاجه الثانيه 3.6 دي اللي هي الضرايب. الضرايب دي اللي هي ايه؟ ضرايب دخل اللاعبين، ضرائب دخل المدربين، القيمه المضافه. يعني ايه النهارده لما انت بتجيب لاعب، اللاعب ده مثلا عقده بكذا 30 مثلا مليون 12 مليون، بتاخد ضريبه. بتاخد ضريبه. فالضرائب دي بتدخل جوه الاقتصاد بتاع السياحه. الحاجه الثانيه الوظائف. النهارده في الدوري الانجليزي 94,000 وظيفه ثابته تم توفيرهم من خلال الدوري الانجليزي، يعني بيوفروا وظائف عمل. نسبة نمو الاقتصاد في الدوري الانجليزي من سنة 98، نسبة النمو وصلت ل 840%، يعني نسبة نجاح ساحق من خلال الدوري الانجليزي، تحولت إلى صناعة، صناعة اسمها كرة القدم الانجليزية. خليني أقول لحضرتك كمان إن بالإضافة للأرقام دي، النهاردة في القوى الناعمة. القوى الناعمة يعني إيه؟ النهاردة كلنا قاعدين بنتابع الدوري الانجليزي، كلنا قاعدين بنشوف المواقف، نقول مثلا الاستاد قريب من الملعب، نقول ده مش عارف موقف كذا، ده والله ده انجلترا دي دولة كويسة. فانت ده القوة الناعمة، ان انت بتتكلم على الدوري، بتتفرج على ماتشات كتير وبتتكلم على الدوري بشكل كويس. كذلك برضو عدد المتابعين، النهاردة محمد صلاح تم استخدامه في اعلان للدوري الايطالي، رغم ان هو دلوقتي في الدوري الانجليزي لبسوه تيشيرت روما وحطوه معانا يمكن الخبر لو استعرضناه كمان. كذلك زي ما حضرتك قلت ان النهاردة بالنسبة للمتابعين المصريين بقت متابعات الدوري الانجليزي اكتر من الدوري المصري، يعني 85% مقارنه ب 80%. عملوا احصائيه بتقول ان وجود محمد صلاح في الدوري الانجليزي عدد المتابعين في البريمير ليج زاد 2 مليون متابع مصري. فدي وجود فقط. محمد صلاح. فانت النهارده عندك واحد زي محمد صلاح انت برضو مش مستغله كاعلان مثلا على في الدوري المصري، يعني اما الدوري الايطالي اللي هو اصلا مش ايطالي وحاطه كاعلان، انت ممكن برضو محمد صلاح يعمل اعلان للدوري المصري؟ اعلان يعني ما هو الدوري الايطالي، طب هات اعلان الدوري الايطالي. وهيلبسوه الجاكيت ده اللي انت لابسه؟ لا. لا يعني انت بتستخدم واحد زي محمد صلاح ده، ممكن توديه مثلا منطقه سياحيه تقدر من خلاله ان هو تعمل دعايه، بتوديه الاهرامات، بتوديه الغردقه، بتوديه اي حته في مصر من خلالها، بيقدر يعمل من خلالها دعايه ان الناس كلها. النهارده محمد صلاح ده يعتبر يعني واحد من اهم الناس الموجوده دعايه في مصر ان انت تقدر تستغله. فده برضو وجوده، اعتقد ان وجود لعيب زي محمد صلاح في الفتره دي صعب ان هي تتكرر. مزبوط. احنا كنا بنتمنى وجود لعيب زي محمد صلاح، كنا بنشوف مثلا لعيب بيلعب في دوري ابطال اوروبا في دور ال 16 كنا بنفرح، لعيب جاب جون في دوري ابطال اوروبا، لعيب لعب قدام ريال مدريد. النهارده عندك لعيب بالشكل ده الناس كلها بتعشقه في انجلترا، المفروض يتم استخدامه. نرجع بقى للدوري المصري وازاي يتم تطبيق الكلام ده. اعتقد ان لازم يكون في لجان تسويق، لازم يكون في تسويق في الانديه، يكون ناس متخصصه في التسويق تكون شاطره في الحته دي. شركات تسويق متخصصه تقدر خلالها تحسب المكاسب اللي خارجه، سواء من خلال الايرادات، من خلال المكاسب اللي هي البث، الرعايه، الملابس، حقوق بيع المباريات. حتى كان في بند برضو معانا في بعض الصور ان هي قريتها هنا، ان يعني نسبه النجاح في حضور المباريات في فتره كورونا
خسرت الاقتصاد كتير جدا يعني اهي. حضور الماتشات هم عاملين ايرادات الانديه في العالم كله، فمن نسبه ايرادات الانديه في العالم زي البث التلفزيوني وزي بيع التيشيرتات حضور المباريات النهارده برضو دي حاجه احنا مفتقدينها بصراحه، محتاجين نزود شويه الاعداد بقى في السنه الجديده في الدوري الجديد على الاقل الضعف. انا اللي انا فاهمه انه على الاقل الضعف بتفرق مع الانديه. النهارده لما الانديه بيخش لها مثلا 2000 النادي الاهلي عدد جماهيره مثلا كان بيخش له بال 50 وبال 60 الف في مباراه افريقيا، لما بيخش له المباريات دي بتفرق كتير. انت النهارده بيخش لك 2500 وده عم ده احنا في التمرين ايامنا احنا في التمرين كان بيخش لك 50 و 60 الف عادي ايام التيتش يعني. ما كنا عم نتمرن لما تيجي ماتش مباراه صعبه ولا حاجه ولا بتاع بتلاقي 50 عدد كبير ماتشات الدوري ابطال افريقيا تحديدا كان بيبقى ماتشات الترجي استاد القاهره. ادي الارقام هي اكثر الانديه تحقيقا لخسائر ماليه نتيجه الحضور الجماهيري في فتره كورونا، يعني عدم وجود فتره حضور جماهيري في فتره ده اكيد بالماتش الواحد في الماتش الواحد مليون في الميه. توتنهام تشيلسي ساوثهامبتون بيرني مين كمان مانشستر سيتي مانشستر سيتي ماتش ارقام كبيره جدا ارقام بتسمع وبيحضر يعني كده الجمهور بيحضر بس مش بالساعه الكامله عشان ده في الوقت ده. طبعا النقطه دي هنا يا كابتن مهم عشان برضو وجيمي يشرحها ثقافه التذكره الموسميه طبعا. في اوروبا في اوروبا على فكره برضو النادي الاهلي ابتدى عمل لا انا بدايه دخولي الاستاد كنت بدفع ال 100 جنيه ولا 150 جنيه تذكره موسميه احضر بيها الماتشات اللي بينظمها النادي الاهلي. بدايه الالفينات من ضمن الامور الخاصه في هذا الامر ومن ضمن الامور اللي دايما بيعتمد عليها كتير جدا كثير جدا من الانديه هي البطاقات الموسميه كل سنه. هل ما اصل الناس ما انا برضو الناس بتزعل مني او بيفهموا كلامي غلط لما بقول يا جماعه ما هو النادي الاهلي اللي عمل كده مفيش انديه ثانيه كتير عملت كده. اقتصاديه كره القدم خلينا نتكلم عن النادي الاهلي يعني خلاص خلينا اقول ان النادي الاهلي عمل تذاكر موسميه وبالتالي هو ده صحيح. اتفضل. ما هي التذاكر الموسميه دي يا كابتن من ضمن الروافد بتاعه الاقتصاديه كره القدم، دايما الناس بتركز على اللعيبه وعمليه شراء وبيع اللاعبين وانا حققت مكاسب قد ايه وخسائر قد ايه. التذاكر الموسميه هي واحده من الروافد اللي بتحقق دخل للانديه، النادي الاهلي عملها في فتره لكن ما شهدتش توسع كبير، ما تمش توسعتها بشكل كافي، يمكن كان اغلبها بيتم على صعيد الاعضاء، اغلب المشتريات، ما بقولش ان هي كانت مقتصره على الاعضاء لكن كان اغلب اللي بياخدوا التذاكر الموسميه. في نقطه بس كان يعني غصب عن النادي يعني خارج ارادته ان في وسط في وسط ما بيع التذاكر الموسميه وصل في وجهه نظر الكوميتوس في موسم 2009 2010 جه بعديها طبعا الاحداث السياسيه خلت طبعا في تراجع في موضوع في الرياضه طبعا. ففكره التذاكر الموسميه واحده من الروافد ده رافد مهم جدا جدا اظن انه لما يبتدي خاصه مع نادي بحجم الجماهيريه والقاعده الجماهيريه بتاعته زي النادي الاهلي بالملايين اعتقد ان مهما كانت النسبه حتى ولو كانت قليله هتشكل رافد مهم جدا من ضمن المداخيل لما اجي اتكلم على الانديه المصريه. يمكن واحد من الروافد المهمه للناس دايما لما تقول كلمه اقتصاديات بيقتصر الامر على بيع وشراء اللاعبين. يمكن انا متفق معاك جدا يا كابتن لما تيجي تقول انك لما تيجي تدور على ارقام فيريفايد او ارقام موثقه لاقتصاديات الكره المصريه صعب جدا 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 انك تلاقي رقم صعب. يمكن مرانا حبني ازاي ما هي انا عندي مشكله في انا بصراحه بجد انا عندي مشكله وانا الحقيقه دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واحد من الناس اللي بتهتم بهذا الامر بشكل كبير جدا وانا بدعو الدكتور اشرف صبحي ان هو ينظر الى هذا الامر بشكل او باخر لانه يجب ان يكون عندنا ارقام. يمكن وزاره الشباب والرياضه هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تاخد منها ارقام بجد على فكره دي حقيقه ممكن تاخد منها ارقام ولكن عايزين نتوسع في الموضوع ده اكبر يا جيمي لانه ما هو انا عايز ابني الفتره اللي جايه لازم اخد ارقام يعني انا الارقام اللي عندي اللي احنا جبناها النهارده ممكن السنه الجايه هتختلف طبعا السنه اللي بعدها هتختلف يعني او نبدا من جزئيه كذا عشان نوصل لكذا. وخليني يا كابتن اقول لك انه الرقم الوحيد بعد بحث واستقصاء طويل يعني الرقم الوحيد الموثق اللي لما دورنا لقيناه هو رقم بيع وشراء اللاعبين خروج اللاعبين ودخول اللاعبين للدوري المصري بعيد عن العناصر المحليه والعقود الداخليه، بتكلم على انتقال عناصر خارج الدوري المصري تخرج لانديه خارجيه او عناصر اجنبيه جايه للدوري المصري. ده بيبقى مكتوب بره على طبعا موجود على سيستم ده الرقم الوحيد، الرقم تقريبا كات، الرقم تقريبا متعادل، بنتكلم في العقد الاخير من سنه 2010 ل 2020 بنتكلم على 854 لاعب اجنبي دخلوا الدوري المصري. الدوري المصري تكبد 111 101 مليون دولار وطلع لاعبين
خارج الدوري المصري استفاد بيهم الدوري المصري 111 فتقريبا كانت الرقم متعادل، لكن ده بيبين لك قد ايه الرقم كبير. ده رقم كبير مش رقم صغير، انا بتكلم على عنصر واحد من عناصر اقتصاديه الكره، بتكلم على 100 مليون دولار في 10 سنين وفي وقت الارقام بتتصاعد. يعني حضرتك قلت انه لو جيت عملت ابديت على الرقم ده هلاقي ان الارقام والعقود مليون في المية تتصاعد. طبعا الارقام بتتصاعد من وقت للتاني، فدي نقطه مهمه جدا جدا انه لازم يبقى في شويه رقابه. هل احنا نحدد الوجهه؟ هل احنا كانديه او كمنتخبات بنبحث عن الاستفاده وتعظيم من مداخيل اقتصاديات كره القدم من خلال تسويق اللاعبين والخروج؟ اللعيبه اللي بتخش والكواليتي اللي بتخش والارقام اللي بيتم دفعها فيها وتكبين خزائن الانديه المصريه، وبالتالي هي معظمها انديه حكوميه، فبالتالي تكبيد خزائن بتكلم على 100 مليون دولار في العشر سنين الاخيره. نقطة تانية عشان نخرج من نقطة بيع وشراء اللاعبين، نقطة تانية مهمة جدا اللي هي تسمية الملاعب. ويمكن النادي الأهلي كان ليه الريادة أيضا في ملعب السلام، وإنه قدر إنه يستفيد الأهلي والسلام قدر إنه يستفيد من خلال التسمية. يمكن أكبر الأمثلة العالمية اللي الناس كلها عارفها يمكن السيتي بيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد نتيجة التسمية استرلين. وفي ملعب جلاتا سراي في تركيا 9.7 بنتكلم على ملعب اعتقد ده اللي بيسعى النادي الاهلي ليه خلال الفترات القادمه ان شاء الله، اللي يعني هو عنده ملعب ويستفيد من هذه التسميه بالزبط. في مقابل الحصول على مداخيل فقط من مجرد التسميه، ده غير انشاء والاستفاده من حجم الاعلانات والتسويق والرعايه. في نهايه لما نيجي نتكلم على قصه التسويق، اصل احنا كلنا يا جماعه معلش انا هقول لكم على حاجه مستنيين كلنا بنعمل الاهلي اس سي كلنا عمالين نعمل كده على التليفون كل شويه بيظهر لنا لودنج فبيظهر لنا حاجه عشان كلنا مستنيين الفيديو كلنا مستنيين الفيديو فعشان كده تلاقوا كل التليفونات النهارده كله عاملها كده علشان تعمل، فاحنا بنأسف لكم مره ثانيه. اتفضل يا عم. ايضا قصه الاكاديميات اللي كان اتكلم عليها كريم وضرب مثال بجنراسيون فوت وخروج بعض اللاعبين، برضو بعض الامثله للاعبين ساديو ماني هو المثال الابرز. يمكن رحله ساديو ماني من جنراسيون فوت طولت شويه، هو من 2011 2012 لحد ما انتهى بيه المطاف وخروجه من ليفربول لبايرن ميونخ، لكن في امثله ثانيه. بابي صار واحد من اللعيبه، اسماعيل صار اللي خرج كمقابل مادي بسيط جدا برضو من جنراسيون فوت دايما الوجهه الاولى لان عندهم شراكه معاهم هو ميدز، وبعديها بيبتدي يتدرجوا لحد ما وصل ميدز ببلاش، بعديها راح واتفورد 30 مليون استرليني، وامثله كتير جدا. يمكن عندنا في مصر لما نيجي برضو نتكلم على نفس التقرير اللي كان اتعمل الخاص بالمداخيل واللعيبه اللي خرجت من مصر او دخلت مصر بالعمله الصعبه سواء باعوا لانديه خارج مصر او داخل مصر، بتكلم على نادي وادي دجله كان واحد من الانديه اللي ظهرت في التقرير ده ليه رقم مهم جدا، طلع 52 لعيب في العشر سنين الاخيره لخارج مصر. لكن هنا وهقف عند النقطه دي عشان الناس تحط الامور في نصابها. لما جيت اتعملت اكبر موسوعه عن اقتصاديات كره القدم عملها سايمونز وستامانيسكي لما عملوها من سنتين، قال لك انه لازم افرق قبل ما ابتدي اتكلم على الاقتصاديات. في ايتم مهم جدا دايما بنقعد نتكلم فيه مع الناس بتشوفه شويه ان هو احنا بنحاول نوجه امر الاستثمار انه صعب. قال لك انه اصعب معادله في هذا الامر النادي اللي بيدور على بطولات وعايز يعمل مداخيل كبيره، ده اصعب معادله، لانه سهل جدا انك تعمل نموذج الاستثماري ان انت نادي بتفرغ زي بعض الدوريات في اوروبا زي الدوري الهولندي الدوري البرتغالي الدوري الفرنسي انك تطلع لاعبين، لكن انت على الصعيد القاري او الصعيد العالمي ما بتساهمش قوي، ما عندكش انديه كبيره، يمكن بي اس جي استثناء لاسباب او لاخرى. لكن لما تيجي نتكلم عليه بقى على الصعيد المحلي سهل جدا ان انت تبقى عندك امثله موجوده انديه تقدر تفرغ لاعبين من خلال قاعده الناشئين او من خلال الانديه اللي موجوده، لكن صعب جدا انك تعمل البالانس ما بين الاستثمار وما بين العوائد الا في امثله محدوده جدا جدا على مستوى العالم. وده برضو بلغت ارباح الدوري البرتغالي من بيع وشراء اللاعبين مليار و204 مليون يورو اخر خمس سنوات، فبرضو ارقام كبيره جدا بنسمعها. احنا ليه بنقول لحضراتكم هذه الارقام وهذه الـ الاحصائيات؟ علشان حضراتكم تعرفوا ان احنا او النادي الاهلي دايما بيحاول ان هو يصل الى كل هذه الامور من خلال ايه؟ اصل الناس كلها تقعد تقول لي عم انتوا شغالين دماغكم بشركه الكوره وشركه الكوره دي مش عارف ايه. الاساس في كل اللي حضراتكم شايفينه ده ان انت لازم يبقى عندك شركه كوره تستطيع ان تدير الرياضه، او يعني يبقى عندها حد بيدير في الرياضه وعندها حد بيدير في الارقام والتكنولوجيا والديجيتال وكل حاجه.
والا مش هنكبر والا مش هنكبر. لا وحاجه ثانيه ممكن يجي وقت تبقى عامل زي الديناصور تنقرض خلاص. ليه؟ برافو عليك. حجمك ما بقاش مناسب للستايل اللي العالم طالبه. زي بالظبط كده بالظبط بالظبط زي الموبايلات. هو مش قادر تتكلم زي الموبايل. الموبايل بيقعد معاك 4 سنين. تيجي الشركه اللي انت اشتريت منها بتيجي تقول لك ايه اعمل ابديت للسيستم بتاعك. 4 سنين ده 4 دقايق. اعمل ابديت يقول لك يا بيجي يقول لك ايه عملت ابديت. طيب خلي بالك بقى الفيرجن اللي معاك دي يا حبيبي اخر حاجه ليها 1.6 ده خلصنا. عشان تنزل 2 الجديد لازم تشتري الموبايل بتاعك الجديد. وبالتالي بيعملوا هنا خلي بالك يا كابتن اسلام ده مهم جدا لدوره راس المال. أنا هي دي اللي بتخلي الـ الدنيا تمشي. انا بقى لي قد ايه لحضراتكم على الموضوع ده؟ بقى لي 4 أيام 5 أيام قايلين لكم تقريبا على هذا الامر علشان نقدر ندرس كلنا بندرس الموضوع بشكل جيد. ليه؟ لانه في الاخر انا كل ما اقعد مع حد هم معظمهم ما بيشجعوش الاهلي بصراحه. ما بقاش ما اكذبش عليكم لكن انا برضو حبيت اقول للناس يعني ايه شركه كوره من خلال موضوع بعيد شويه. لكن كل اللي حضراتكم سمعتوه النهارده في هذه الحلقه انا شايف ردود الافعال جيده جدا على السوشيال ميديا بشكركم طبعا عليها. لكن كل اللي حضراتكم شفتوه كل الارقام اللي عملتها الانديه الاوروبيه ريال مدريد وبرشلونه وكذا وبايرن ميونخ وكذا 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 من خلال ايه يا فندم؟ من خلال شركه لكره القدم طبعا. تستطيع ان تدير من خلال هذه الشركه يعني الفتره الاسبوع الجاي ان شاء الله هشتغل مع حضراتكم على شركات الموديل بتاع شركات كره القدم في العالم كله. اعضاء مجلس الاداره اللي فيها رؤسائها واعضاء مجلس الاداره اللي فيها عاملين ازاي عشان تعرفوا ليه كل واحد من اعضاء مجلس اداره شركه الاهلي مثلا موجود. هل التكنولوجيا ليها دور؟ ليها دور وليها دور كبير جدا زي ما كريم قال. هيجي الفيرجن ده لو ما حضرتك ما حطيتوش شكرا اللي بعده. لا اركي موبايلك بقى يعني خلاص انت حجم الشغل بتاعك هيبدا يقل زي احنا كنا بنتكلم عن الانديه الجماهيريه وانديه الشركات. مظبوط. في التسعينات احنا عارفين اكبر الانديه في مصر الاهلي الزمالك اسماعيلي غزل المحله المصري الاتحاد الاولمبي كلها انديه جماهيريه. بتطور الكوره والفلوس بقت كتيره قوي خلاص في انديه ما قدرتش تعيش وما قدرتش تتواكب مع النظام الجديد وبدات تندثر وبدات تروح خلاص خارج الاطار. بس انا عايز اكمل حاجه يا كابتن اسلام جامي قالها ونقطه مهمه قوي. نقطه الاكاديميه بعد الفصل طبعا لا لسه عشان هطول عشان هطول. طب بما ان كريم هيطول واحمد لابس الجاكيت فهنطلع فاصل زهري نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الشوت اللي فات ده عجبني بما انه فيه 10 نجوم فبالنسبه لنا بيبقى شوت جميل جدا. 10 نجوم دائما ان شاء الله يبقوا ال11 ان شاء الله 2 4 6 8 10 مظبوطين 10 نجوم وبالتالي ان شاء الله ال11 تبقى في السنه القادمه. بما اننا بنتكلم عن الاكاديميات او ده الجزء اللي انت كنت عايز تتكلم عنه دور الاكاديميات في تطوير الموارد تطوير الموارد الماليه وفي نفس الوقت تطوير المواهب الفنيه. طبعا الجزء ده يا كابتن اسلام مهم جدا 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 وخصوصا كمان هو في مصر بصراحه انا شايف ان هو مزدهر قوي قوي في السنوات الاخيره. بقى في كم هائل من اكاديميات كره القدم في مصر بتاخد مثلا براند من بره وتيجي تشتغل. وان كنت انا على مستوى الشخص ما بحبش بصراحه الشكل ده لان هو في وجهه نظري ما بيطلعش مواهب وان كان ممكن يكسب اصحاب الاكاديميه اكتر ما بيطلع مواهب. ولكن النادي الاهلي مثلا في كم السنوات مثلا بتكلم من سنه من التسعينات وفي الالفينيات كان بيعتمد على قطاع الناشئين بشكل كبير جدا وكان بيطلع مواهب كويسه. وشفت مثلا كان على الاقل ماشي بالنظام اللي دايما احنا كنا بنسال عنه او بنعرفه اللي هو نظام التلت 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 بالزبط. التلت ناشئين بالظبط. وكان حتى مانويل جوزيه يعني له تلت في المجموعه اللي في ال11 اللي بيلعبوا يعني بالظبط ان لازم النهارده اختار من فريق الشباب عندي عنصرين او 3 عناصر مزبوط. يخشوا مع الفريق او ما اقدرش مثلا انا اجي مره واحده اروح قايل ايه 5 يخشوا مع بعض ويلعبوا. كان ساعتها ايامنا ايام ساعتها ايامنا يعني نعم ايام هذا وسام عاشور ومتعب عاشور واحمد يعني احمد السيد يعتبر قبلهم بشويه او بعدهم بشويه لكن نعم. لكن انا بقى عايز اخد من اللي احنا بنتكلم فيه النهارده بعض الامثال وانا ضربت المثل بتاع جنراسيون فوت واشوف الاكاديميات اللي ماشيه على شكل لمسيه برشلونه. برشلونه ده في وجهه نظري افضل مثال لأكاديميات كرة القدم اللي بتطلع مواهب.
يعني طبعا انتوا عارفين في تصريح شهير لإنيستا قال فيه اسوأ يوم في حياتي يوم ما دخلت لمسيه. تصريح مشهور جدا جدا. طيب سالوه ليه انت اخترت اليوم ده اسوأ يوم في حياتك؟ قال عشان في اليوم ده خدوني من والدتي خلاص، لان اكاديميه لمسيه مش اكاديميه كوره زي ما الناس متخيله، لا دي زي المدرسه الداخليه، انت بتروح تقعد ست ايام ما بتشوفش اهلك غير يوم واحد في الاسبوع، هم متكفلين بيك رياضيا وتعليميا كل شيء. فاكاديميه لمسيه في وجهه نظري انت واهلك لمسيه دي كمان بالظبط، هي التجربه اللي بتقدر ان هي تثقل اللاعب. وعايز دايما نفتكر الاسم اللي انا هقوله ده، احنا كنا من فتره بنتكلم على فريق نوتشلاند اللي هو كان بينافس النادي الاهلي في ضم ابراهيم عادل من نادي بيراميدز، وفعلا هو والنادي يملكه الاستاذ محمد منصور. عندهم اكاديميه اللي هي اكاديميه رايت تو دريم، نفس فكره لمسيه، ما حدش بياخد منها فلوس. وانا في وجهه نظري دي الاكاديميه اللي فعلا هنيجي بعد سنوات نقول دي طلعت لعيبه وعملت شغل كويس جدا، هم يمتلكوا نادي في اوروبا ومعاهم طبعا اكاديميتهم هنا في مصر وفي غانا وفي امريكا. هم مش فكره انك تروح تودي ابنك وتدفع له مقابل شهري، لا هو اللي بيختار. هي دي بقى الفكره اللي انا اتمنى انها تتعمم، هي فكره استثماريه ولكن نجاحها مش وقتي، لا نجاحها بعد شويه، ان انت بتستثمر في اللاعب يا كابتن اسلام سنه او سنتين او ثلاث سنين وبعد كده بتبيعه بمبلغ. صحيح. يعني مثلا انا النهارده بختار، هم مثلا بختار في السنه 25 لعيب بس بيلفوا مصر، بس بيلفوا مصر كلها، يختار 25 لعيب يصرف عليهم، بعد ثلاث سنين هوب طلع على الدنمارك، فيطلع على الدنمارك مثلا بمليون يورو. طب انت خلال ثلاث سنين هتصرف عليه مليون يورو؟ مستحيل. استحاله. طيب لما يطلع على الدنمارك ويلعب سنه او سنتين ويتالق يعمل ايه زي الجنراسيون فوت؟ يبدا النهارده اللاعب اللي انا جبته وكلفني مثلا مليون يورو هوب ابدا ابيعه بسبعه وثمانيه، لا خمسه عشر ده سبعه وثمانيه وتسعه وعشره، زي ان شاء الله برضو هنشوف ابن حضرتك كده خلال ثلاث او اربع سنين بيتباع من اسبانيا بمبلغ وقدره. ليه؟ حاجه ادينا بس الخبر. فاللي عايز اقوله ان احنا محتاجين واحنا بنخطط لتطور الاقتصاديات لازم برضو الفكر نفسه يتغير، ما ينفعش النهارده افضل عايش بفكر بقاله 20 او 30 سنه واقتنع أو يعني اعتقد ان هو هيجيب لي فلوس زياده، لا لازم اتطور. طب ما هو ده برافو عليك، لانه برضو يا ايمن انا عندي مشكله هنا، لازم الجمهور في مصر النادي الاهلي جمهور الاهلي لازم نبقى كلنا فاهمين مع بعض ان اقتصاديات السوق بتتغير. يعني ايه؟ يعني اللعيب حضرتك اللي بجنيه ما بقاش بجنيه. انت عايز تجيب لعيب علشان تكسب بطوله السوبر الافريقي اللي ثمنها او لما تكسبها هتاخد 11 مليون يورو، وبالتالي انت عشان تجيب لعيب من اوروبا او من افريقيا او من كذا او من كذا يقدر اللعيب ده يساعدك ويبقى مختلف، الكواليتي بتاعه يبقى مختلف عن بقيه اللاعبين اللي موجودين، لازم هتبقى عارف ان انت هتدفع فيه كتير. صحيح طبعا، مظبوط طبعا. طيب. وبالتالي هتبقى عندك، لازم يبقى عندك مدخولات او ايرادات اخرى زي تيشيرتات، زي بيع او الناشئين، بيع الناشئين او اعارات الناشئين زي ما انت عايز تحسبها. لازم يبقى عندك ايرادات من كل شيء، من البث، من الرعايه، من كذا من كذا من كذا، علشان تقدر تصرف على الناس او تقدر تجيب لعيبه كويسه في النهايه تقدر تجيب لك فلوس، تلاقي نفسك في نهايه السنه كسبان مش خسران. بالظبط يا كابتن اسلام، هي الفكره كلها ان حاليا مثلا لو بنتكلم، كنا واحنا في الفاصل بنتكلم عن قرعه بطوله العالم للانديه في كره اليد، وجود النادي الاهلي حاجه جميله جدا، كلنا كمان بنفيكا ومودر السعودي واعطاء البطوله اربع مجموعات، الاول كل مجموعه بيلعبوا في السيمي فاينل، وان شاء الله يعني النادي الاهلي يبقى موفق في البطوله دي. ولكن هنا الفكره ان في السنين الاخيره الدنيا اتجرت جامد جدا، ان احنا بقينا نشوف كمان ان بقى في متطلبات ان انت ازاي تدعم الالعاب الاخرى في كل نادي، بنتكلم عن النادي الاهلي، بلاعبين اجانب ومدربين اجانب. ما هنا النهارده هل كره اليد مثلا في مصر او كره الطايره في مصر او كره السله في مصر هي العاب بتدير ارباح للانديه ام لا؟ هي دي الفكره. هل النهارده في عقود رعايه معينه تخص او عقود بث معينه للنادي؟ النهارده لما هجيب محترف في كره السله
والناس هتقعد تتفرج عليه، هل ده هيدخل دخل للنادي ولا لا؟ هي دي الفكره. فالنهارده لما هتفصل كل ده عن بعضه وتبقى الكوره بتاعت الكوره اليد بتاعت تبتدي انت كنادي تحط انا النهارده عشان اكسب السوبر ليج اللي هي ب 11 مليون دولار غير عوائد اخرى، يبقى انا محتاج اصرف على الكوره بس مبلغ وقدره، ان انا اتوفر لي الانتقالات معينه، ملابس معينه، الجمهور نفسه في الاستاد في المباريات يبتدي يملى الملعب بشكل معين، يدفع التذكره لو اللي يقدر يشتري التيكت سيزون يشتري التيكت سيزون، كمان انت وقتها هتقدر توفر له خدمات معينه في الاستاد، لان ما ينفعش تطلب من المشجع مثلا يدفع مبلغ معين في تذكره المباراه وما يلاقيش مثلا مقابل خدمه معينه في الاستاد اللي هي تخليه هو قاعد بياكل اكل كويس. بيشرب دلوقتي انت عارف ان في بعض الانديه عامله جاكوزي في بيتفرجوا من الملعب بجاكوزي. ما دي ده تسويق النهارده، انت اكيد السياحه ازاي النهارده في بند مهم جدا الدوري الانجليزي ازاي ده انت هتتكلم عنه السياحه. السياحه ده بند مهم جدا النهارده، بنشوف دول عربية استطاعت ان هي تعمل اجواء معينة عندها تخلي فترة الشتاء دي ان الاندية الاوروبية والجمهور يروحوا لها عشان يتمرنوا ويلعبوا مباريات ودية. فالنهاردة الديجيتال ازاي انت تقدر تستفيد بالديجيتال، شعبية النادي الاهلي ازاي النهاردة، صفحاتك على السوشيال ميديا، التاريخ بتاعك، الارشيف بتاعك، كل الحاجات دي تديره بشكل معين عشان خاطر يدخل لك ارباح اللي هي من خلالها النهارده عندك الديجيتال تمام، ملابسك تمام، حقوق الرعايه، البث، كل دي هتخليك النهارده تروح تقول انا عايز اللعيب الفلاني والفلاني والفلاني وهبيع اللعيب الفلاني والفلاني ودول اعراض، وانا النهارده عملت التوليفه اللي هي جيمي بيقول عليها اللي هي فكره ان انت نادي عايز تكسب بطولات وفي نفس الوقت عايز يبقى عندك استثمار وما تبقاش بتخسر فلوس كتيره اللي هي هنرجع ليها للعب المالي النظيف اللي هو كان اساسها ان انت ما تقعدش تصرف تصرف يبقى عندك خسائر وكمان لا لسه بتصرف، فانت تبقى عامل البالانس والموازنه دي. فالنهارده مهم جدا حضرتك قلت ان الاسبوع الجاي او الفتره اللي جايه لما نيجي نتكلم على الموديلنج بتاع شركات الكوره في الانديه او في اوروبا، فالناس دلوقتي هتبتدي نعرف طب انا ممكن النهارده اشتري الكوره يبقى كوره واليد يد، لكن دلوقتي النادي الاهلي مثلا بيصرف على كم رهيب من الالعاب. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده مسؤوليه مجتمعيه النهارده، لازم العضو اللي بيبقى موجود في النادي الاهلي او الرياضي اللي موجود في النادي الاهلي لازم يلعب، اللي عايز يلعب يد يلعب سله، لان هو وهو صغير لازم يتربى على اساس رياضي. ولكن من المعروف ان شركه الكره بيبقى هي اللي ليها الكره قصدي دلوقتي يعني الشكل الحالي لو لحد كام سنه انت هي نادي كتله واحده النهارده بتصرف على يد ومازال دايما كتله واحده. مش قصدي كابتن اسلام، انا اقصد اقول لك انه ما هو معلش انا اقصد اقول لك ايه، انه في النهايه هي مين اللي بتجيب الفلوس؟ هي البث والرعايه فانا قصدي كده، هل اليد مثلا الكوره لا انا قصدي هل مثلا كره اليد وكره الطايره بتجيب مبالغ للنادي تقدر تغطي له ان هو النهارده يجيب محترفين في اليد ومحترفين في مهاجم، دي حاجات بتثقل من خطه النادي الاهلي وخطه الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات كان وجود شركه الالعاب الاخرى. الالعاب الاخرى يعني فكره يعني شركه الكوره هي كانت اول شركه المفروض تتعمل. لا انا قصدي يا كريم بعد انا فاهم قصدك والله، انا اقصد لازم هنا الناس تفهم برضو ان الالعاب دي لوحدها مش هتقدر تعيش نفسها، لكن لو الالعاب دي كلها اتحطت تحت مظله شركه يعني شركه الالعاب الاخرى بالنادي الاهلي فيها ايه؟ فيها فريق الباسكت والهاند وطايره وهاندبول وكمان اضيف عليك يا كريم هي النظره نفسها تتغير، لازم النهارده ماتشات الهاندبول دي يبقى ليها الرعايه بتاعتها ويبقى ليها البث بتاعها اللي هي المداخيل اللي بتروح للنادي، النادي النهارده يقدر طبعا بيلعب الدوري بتاع الهاندبول لما يتذاع او بيكسب بطوله الدوري الهاندبول او بطوله افريقيا لازم في عائد عشان يقدر النهارده لما الجمهور مثلا يقول ليه مثلا مش عارف خسرنا دوري الطايره لا كسبنا كاس اليد، فتيجي انت لما تقول له طب ما انا كل ده في الاخر هي الكوره هي اللي بتجيب لي ده وانا بصرف على كل ده. فالنهارده لما كل حاجه تنفصل زي ما كريم كده قال يبقى في شركه هنا وشركه هنا، تبتدي انت تحط اهدافك. ريال مدريد ما عارفينه في الكوره، ريال مدريد موجود في الباسكت، هل ريال مدريد متسيد اوروبا في الهاندبول؟ ما عندوش في الهاندبول، ما عندوش هاندبول، ما عندوش هاندبول. هل هو مثلا في تنس الطاوله ريال مدريد موجود مثلا؟ لكن عندهم فوتسل، عندهم كره الصالات، فكل نادي بقى عارف لازم تقريبا الصالات والكره النسائيه عشان يعملها. فانت تبقى عارف احتياجاتك واولوياتك، والنهارده في العاب هصرف عليها بشكل معين، في العاب لا هتبقى موجوده شوية للممارسه، في العاب هتبقى موجوده للبطولات وهكذا، فالعجله نفسها تدور. وزي ما انت بتقول كده يبقى في ارقام واضحه وحياتنا واضحه والدنيا سهله. هي دي المشكله بالنسبه لي ان انا لغايه دلوقتي مش لاقي ارقام، دي حقيقه على فكره، ان انا فعلا حتى احنا شغالين في المجال ما حدش فينا لو عمل سيرش الاقي بقالنا اسبوع تقريبا بندور، لكن ما فيش مشكله. لكن خلينا نروح لمنطقه اخرى، ويمكن الجمهور نفسه
هناك فارق كبير ما بين السياحة الخارجية والسياحة الداخلية كمان. السياحة الخارجية بتجيب فلوس كتير، والسياحة الداخلية أيضا بتجيب فلوس كتير. طبعا أعتقد أن أنت عندك أرقام النهاردة عايز تتكلم في فيها الدوري الإنجليزي، فيما يخص الدوري الإنجليزي. قول الأرقام علشان الناس تبتدي تعرف أن كرة القدم لها دور كبير، لها دور كبير في إدخال السياحة أو إدخال العملة الصعبة من بره من خلال سياحة خارجية والسياحة الداخلية. اللي هو النهاردة ماتش الأهلي بيلعب طنطا، فكل جمهور النادي الأهلي بيسافر طنطا مثلا يعني. طيب الأهلي بيلعب الاتحاد السكندري، كل جمهور النادي الأهلي بيروح يلعب في استاد اسكندرية مع، والعكس صحيح أن كل جمهور الاتحاد السكندري بيجي يلعب، وهكذا. عملوا إحصائية لعدد السياح اللي في الدوري الإنجليزي عام 2019-2020، لقوا أن كم سايح دخل الدوري الإنجليزي في إنجلترا؟ 500,000. 528,000 دخلوا سايح عشان كرة بس، عشان كرة بس، عشان يتفرجوا على ماتشات، عشان يزوروا البلد، عشان يتفرجوا يحضروا ماتشات بس. طب السياح دي حسبوا إجمالي اللي صرفوه، يعني اللي هم ال 528,000 اللي هم النص مليون، صرفوا 442 مليون استرليني. 442 مليون استرليني مكسب، نص مليار مكسب السياح بس اللي جايين من بره، اللي جايين من بره. الترحال الداخلي مكسبهم في 651,000، ده الترحال الداخلي يعني. فده احصائيه يعني بصراحه كام معلش تاني؟ الداخلي، الداخلي 651,000. لو ممكن نعرض حتى الصوره. اوكي. كمان ده السياح. كمان البث يا كابتن اسلام في الدوري الانجليزي هو الاعلى على مستوى، اكتر دوري في العالم محقق عوائد بس واصله ل 9 مليار يورو. بسم الله ما شاء الله. 8، لان هو بيبيع اكسكلوسيف، يعني بيبيع في الشرق الاوسط وبيبيع في امريكا. في العوائد بس الدوري الانجليزي وصل 8.9، يعني قول 9 مليار يورو. عوائد بس الدوري الاسباني 4.9، يعني 5 مليار يورو. شوف الفرق ما بين الدوري الانجليزي والاسباني، 9 و5 50% تقريبا. 4 مليار يورو، رقم كبير. الايطالي بيجي رقم 3 في عوائد البث 5.2، رقم 4 بيجي الدوري الفرنسي 2.6 مليار يورو، الدوري الالماني بيجي بعد كده 3.5 مليار يورو. عايز اتكلم برضو في نقطه حضرتك اثرتها، اللي هي نقطه ان النهارده الانديه المصريه بقت بتروح تشتري منها لعيب بيطلبه بال 23 وال 24 مليون، وانت المبالغ دي كبيره جدا في لاعب انت اصلا ممكن تلاقي نص اهدافه ضربات جزاء، ممكن مثلا تلاقي ما تعرفش اذا كان اللاعب ده هينجح ولا لا، هيستحمل الضغط الجماهيري لو جه النادي الاهلي ولا لا، قدراته الدفاعيه ايه. فانت دي كل الحاجات دي مش مضمون، ممكن يكون لاعب كويس جدا ويجي النادي الاهلي. شفنا لعيبه كتير، مش شرط يعني، انا ممكن اجيب 10 صفقات ينجح منهم 2-3-4-5، مش شرط، متوقفه على شخصيه اللاعب، هيستحمل الضغط الجماهيري ولا لا، هل المدرب هيعرف يوظفه في المكان الصح ولا لا، كل الحاجات دي عوامل. فانا مش هدفع مبالغ بالشكل ده في لاعب مش مضمون. فالنادي الاهلي اتجه ليه؟ اتجه ان انا ممكن اجيب لاعب اجنبي بنفس الثمن، لاعب زي اللاعب البرازيلي اللي جه سافيو، جاء بنفس الثمن. انت جايب لعيب بنفس الثمن اللي انت كنت هتدفعه. عشان كده النادي الاهلي بيقوي الصفقات الاجنبيه، يعني النادي الاهلي بيحاول ان هو بيدعم بالصفقات الاجنبيه. ليه؟ لان تلاقى ان السوق المصري بيأفوره. افوره واضحه جدا في السوق المصري. الحقيقه اول لما تسمع اسم النادي الاهلي، وهو ده، وهي دي المشكله بالنسبه لي، ان انا مش لمجرد ان انا اسمع يعني برضو انت عارف، لو جينا بقى لو عندنا ارقام، لو عندنا داتا، الداتا بيز بتاعت الارقام لكل لاعب، محدش هيشتري يا جماعه لاعب بالارقام دي، بالارقام اللي انا عمال اسمعها. فلان الفلاني بيلعب في اكس من الانديه مطلوب فيه 25 مليون جنيه، طب على اساس ايه؟ ما ده السكاوتنج بقى يا كابتن اسلام. ماشي، على اساس ايه حضرتك؟ على اساس ان هو عمل لي كام جول؟ موسم واحد بس، عمل لي كام جول؟ انا مش بتكلم على حد معين، انا بتكلم بشكل عام. لا والله لا، انا مش بتكلم على حد معين، انا بتكلم اي لاعب. واحد بتبيعه ب 25 ب 20 مليون يا عم، عشان ب 25 دي ممكن يودونا لحته. طيب ال 20 مليون دول، طيب اكيد ليه مواصفات انا كنادي اهلي. خلاص، ليه لما بقول انا عايز ادفع في كريم 12 مليون جنيه، يبقى هدفع 12 مليون جنيه مش هدفع اكتر؟ لانه كريم الارقام اللي عندي كسكاوتنج بتقول ان انا ما اقدرش ادفع فيه اكتر من 12، ولا هو لعيب منتخب. أيوة. ولا هو لعيب كذا، بس عايز أقول ولا جاب كذا جول. هي لفه، هي مربطه مع بعض. افرض دلوقتي دخل لك نادي رفع لك الرواتب ورفع لك السعر، فهنرجع هنا لايه؟ هترجع انت للحلقه اللي فاتت بتاعه اللاعب المالي النظيف. لو هو عندك، هيبقى اتحاد الكوره كجهه بتدير المنظومه هتقول لها استنى ستوب، هو انت ليه في الصيف ده دفعت هذه المبالغ؟ اديني ما يثبت
ان انت كسبت. ما تقولش كده يا اخي، يبقى انت كده بتتكلم على بتاع. ما تقولش كده يا عم كريم، ما هو الناس ما هي لفه والله. اصل هي مربطه مع بعض، يعني احنا بنتكلم فيه ده موضوع خطير جدا، خطير خطير. ولك ان تتخيل ان في اوروبا قعدوا سنوات سنوات، يعني التلاتي دي بيشتغل في موضوع اللعب النظيف ده 2009 2009 وهم طبقوه خدوا بتاع حوالي 3 4 سنين، ما وصلوش بقى او حطوا يا كابتن اسلام فيز 1 فيز 2 فيز 3. فاللي بيتكلم فيه سيد وحضرتك ده بتاع اللاعبين عشان تحكم مثلا، اهو سؤال بسيط ومحب الكره في مصر بالملايين، ازاي نقدر نضبط سعر اللاعبين في مصر؟ حد هيطلع لو ليه مصلحه هيقول لك لا ده عرض وطلب. طب ما اوكي، ما انت ممكن تيجي في يوم من الايام انت تنضر. ليه؟ انت هتفضل ترفع، يعني زي مثلا قلت مثلا نادي بيراميدز صرف مصاريف كتيره جدا 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 خلال اخر 4 سنين. نادي فيوتشر في سنه واحده، في سنه واحده خد بطوله. نادي بيراميدز لغايه النهارده ما خدش ولا بطوله. ما تخلينا نتكلم بشكل عام. لا يا محمد، احنا بنتكلم، احنا بنتكلم لمصلحه الكل. وبنتكلم دي مش وجهه نظر، والله دي معلومات. انا فعلا لما دي معلومات معلومات يعني. مثلا على لا والله، وللمره المليون اهو بقول لحضراتكم ان انا اليوم اللي اتكلمت فيه كان الغرض ان احنا بنعمل سلسله حلقات علشان نصل، يعني سلسله عن اللعب المالي النظيف، ثم سلسله حلقات على رخص المدربين، وان شاء الله هسمعكم حاجه كويسه قريب للمدربين اللي بيتفرجوا علينا. وبعد كده قلت هنتكلم عن اقتصاد كره القدم، الاسبوع الجاي هنتكلم عن شركات كره القدم في العالم. يعني احنا عاملين سلسله كده لعل الناس تقدر تستفيد من الكلام اللي احنا بنقوله. بس فهي دي، انا بس كنت بس عايز اعقب على الحته بتاعه ان هي ملنكه مع بعض. لازم النهارده عشان تضبط اسعار اللاعبين في السوق، لازم ان انت تبقى واخد بالك من اللي بيتصرف، لازم تبقى واخد الاتحاد نفسه بيراقب، ما ينفعش تبقى الامور مفتوحه، ما ينفعش النهارده. بس انا اسف يعني، والله اسف اقول كده، احنا بنتكلم الكلام ده، بنتكلم الكلام ده حد بيرد علينا؟ لا استنى بس، حد بيرد علينا ايه؟ واحنا عندنا ازمه، اصل هو كان انتقال حر ولا كان انتقال لا خلينا نتكلم بشكل عام، لان انا مش عايز اتكلم على طيب. خلينا نتكلم النهارده، بما ان الحلقه النهارده بنتكلم فيها عن اقتصاد كره القدم. جيمي، هل ممكن، انت اتكلمت يا احمد صح؟ اتكلمنا عن خدت دورك عشان بس ما تقولش انت بس انا جاي عليك ولا حاجه. وزعت المليارات دي، وزعت المليارات. هو بصراحه الامانه تخصم منه جولتين بسبب ال 200 اللي عنده. طيب قبل بس ما اطلع فاصل، هل من الممكن ان يكون هناك موارد اخرى غير اللي احنا بنتكلم فيها دي لكل الانديه؟ مش قصه انه يبقى موارد اخرى، انت ممكن تقدر تعظم من الموارد اللي موجوده في حاجات غير لسه لم تتطبق في مصر. كيف يمكن ان اعظم من الموارد؟ خلينا هنا نتكلم عن، اصل هقول لك حاجه، انت لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي يبقى انت بتتكلم عن الانديه الشعبيه. طبعا. وبالتالي هناك انديه شعبيه لا تستطيع ان هي تجاري الوضع، ده الكلام اللي احنا كلنا كنا بنتكلمه من شويه. فبالتالي هيجي وقت مش هيبقى فيه فيرجن كذا او فيرجن كذا، فهيقول لك شكرا اللي بعده. ازاي نقدر نتطور؟ رقم واحد الملاعب او الاستادات. مصر تمتلك ملاعب كتير جدا، في بعضها مملوك لبعض الانديه وبعضها ملاعب حكوميه. نعم. اقدر ان انا كل ملعب من دول ارفق بالاسم الملعب الرئيسي، اسم الراعي يتحمل تكلفه الانفاق على هذا الملعب ويدر مداخيل للانديه اذا كان هذا النادي او هذه المنشاه مملوك للنادي اكس. ده رقم واحد، وده معظم الانديه الجماهيريه عندها ملاعبها. رقم واحد. رقم اثنين الاوفيشال كيت او الزي الرسمي، ده صناعه لا زالت في مصر في مهده. النادي الاهلي بدا الباكوره او بدا الموضوع مع الشركه اللي كانت بتطلع على النادي الاهلي في الاربع سنين اللي فاتوا، وابتدى يخصص اديشنز او نسخ للملابس الخاصه بالجماهير عشان تبقى في متناول معظم الجماهير. ده اثنين، ده ممكن يتعمل. ابتدت بعض الانديه الصغيره الموسم الحالي، بدات القصه بتاعه الترويج للقمصان بتاعه من خلال زي بشكل معين، او من خلال ربط الزي ده بالمكان اللي موجود فيه النادي الجماهيري او الاقليم اللي بيشجعوا فيه الغالبيه من جماهيره في هذا النادي. رقم ثلاثه، النادي الجماهيري قدامه حاجه من اثنين، اما ان هو نادي بينافس على البطوله فيحاول يعمل البالانس بالنموذج الاصعب اللي اتكلمنا عليه اللي هو ازاي تحقق مداخيل مع تحقيق بطوله، او انت نادي عايز تحافظ على تواجدك في الدوري الممتاز وتقدم عروض مقبوله، اذا اشتغل بقى على المشروع البديل اللي هو الاكاديميات وتفريغ اللاعبين. أيوة. وازاي انك تقدر تطلع لاعبين وتعمل الاكتفاء الذاتي زي ما بعض الانديه عملوه وظهر بشكل جيد. مش هسمي انديه، لكن في نادي واثنين وثلاثه واربعه عملوا ده وبداوا في النجاح فيه، لكن التجربه ما استمرتش. انت محتاج تعمل ده. رقم ثلاثه،
الأندية والنقطة اللي كان بيتكلم فيها أيمن هي نقطة مهمة جدا جدا جدا، وأنا على يقين تام إن النادي الأهلي هيبدأ فيها في وقت قريب جدا بتاعة الألعاب الأخرى. الألعاب الأخرى بتشكل عبء، بس مش عايز أقول سر، ولكن هو خلال هذه الفترة بدأت الأمور في الاتضاح يا كريم برضو، بما إننا بنتكلم على الألعاب الأخرى، لأنه النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية في حاجات ما هو ما ينفعش برضو، طيب لأن مش هينفع أقولها برضو بشكل واضح، لكن في الآخر هو الموضوع عبارة عن إيه؟ إن أنا بجيب لعيبة كويسين في كل الألعاب عشان أقدر أستحوذ على هذه الألعاب، عشان أقدر أفرض شروطي أكتر خلال الفترة اللي جاية أو المرحلة القادمة، اللي أقدر أقوله في هذا الأمر. والتسويق لهذه الألعاب كانت الأزمة، عشان الناس تبقى عارفة برضو لما نربطها، دايما الناس كانت بتتساءل في أي أندية أخرى يعني، لماذا رعاية النادي الأهلي هي الأعلى؟ لماذا رعاية النادي الأهلي بهذا الرقم؟ لأنه أنت لما بتيجي تبص على الأسبكس أو الحاجات اللي بتتحدد على أساسها الرعاية، رقم واحد تارجت سيجمنت أو قاعدة المشجعين أو الجماهير، ده علم، ده مش رأينا. أي رعاية في الدنيا أول حاجة ببص عليها التارجت سيجمنت، الشريحة اللي أنا بستهدفها من خلال هذا الإعلان اللي أنا بدفع المقابل بتاعه، وبالتالي بدفع ده الشركة اللي بتستحوذ أو للنادي مباشرة لو النادي بيبيع حقوق الإعلانية، ده واحد من ضمن من الحاجات. رقم اثنين، نادي بينشط فيه 17 أو 18 لعبة على صعيد قطاع البطولة مش بس قطاع الممارسة، ونادي بهذا الحجم والشعبية، خاصة النادي الأهلي قبل كده كان بيبيع رعايته كنادي الأهلي للرياضة البدنية مش النادي الأهلي لكرة القدم من خلال شركة الكور، فده طبعا كان بيدي رعاية ومساحة كبيرة جدا للأندية والمعلنين. عشان كده لما تيجي السؤال وتقولها بملء الفيه إنه ليه النادي الأهلي هو أكبر رعاية موجودة داخل أفريقيا، ليه النادي الأهلي هو بجاب كبير جدا عن أي نادي آخر، هو النادي صاحب الأكبر رعاية، هو النادي الأهلي دائما وأبدا إنه لما يكون نادي بهذه القاعدة وبكل هذه الألعاب، وإنه بالعكس هذه الرعاية بالعكس مبلغ أقل بكتير من المفروض النادي الأهلي ياخده، وأعتقد إنه عشان كده مداخيل النادي الأهلي من الرعاية اللي هي واحدة بس عنصر واحد من اقتصاديات كرة القدم هتبدأ في التنامي، كمان بالتخصيص بتاع ألعاب الصلاة، إنه إن شاء الله خلال الفترات اللي جاية يتم الشغل على التسويق لهذه الألعاب على الأقل إنها تحقق الاكتفاء الذاتي مما يقلل من النفقات. ما أنت لما تيجي تحسبها الاقتصاديات عموما بتحسبها المداخيل تزيد والنفقات تحاول تقللها قدر الامكان، فانت لما تقدر انك بشكل ما تقدر انك توصل هذه الالعاب انها لا تمثل عبء على ميزانيه النادي ككل، اعتقد انه ده واحده من ضمن الحاجات اللي نقدر نشتغل عليها الفتره القادمه ان شاء الله. بس يا اخي ما تقولش الكلام ده، عشان الناس في تزعل. طيب هنطلع فصل الاخير، وبعد هذا الفصل نرجع نكمل مع حضراتكم عشان الناس ما تزعلش بعد الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كلمات اخيره في هذه النقطه، لانها يعني طبعا حلقه، احنا عايزين حلقات كثيره في هذا الامر، ولكن كلمات اخيره فيما يخص حقوق التسويق والبث والرعايه وحقوق التيشيرتات والايرادات وحقوق كثيره جدا بالنسبه، طبعا بنتكلم عن النادي الاهلي واللي يهمنا هو النادي الاهلي، ولكن لكل الانديه. جرس انذار بنقدمه لكل المهتمين بكرة القدم في مصر، كل أندية، اتحاد كورة، اتحاد، كله يجب أنك تسعى لتطوير نفسك وأنك تواكب الأمثلة الخارجية اللي في أوروبا، وطبعا أوروبا هي المثل الأبرز لينا في كرة القدم. بالضبط زي ما كنا في التسعينات بنتكلم على موضوع الأندية الجماهيرية والموارد ومن آخره، الأندية كلها عايشة على الدعم اللي جاي من وزارة الشباب والرياضة، واللي حتى لغاية النهاردة في بعض الأندية لا تستطيع العيش إلا بدعم الشباب والرياض، لكن ربما ده يحصل في سنة، في سنتين، ثلاث سنين، ما تقدرش تحط لونج تيرم بلان، ما تقدرش تضمن إن أنت تعيش لمدة خمس أو ست أو سبع سنين أو حتى عشر سنين جاية، لأن أنت النهاردة ماشي بشكل خاطئ. مهم جدا إن كل الأندية تتحول لشركات الكرة، ده شيء مهم، مهم جدا 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 لاتحاد الكرة إنه يعيد ترتيب لوائحه، وإنه يعني يعمل تطور في مبدأ اللعب المالي النظيف، وأنه يدخل اقتصاديين معاه في دراسة هذا الأمر، ويطلع به لوائح وقوانين جديدة تنظم الأمر. لأن زي ما قلت مثلا حاجة بسيطة، لو حبينا نضبط سوق أسعار سوق الانتقالات في مصر، ده مش مسؤولية أندية بس، مش مسؤولية اتحاد بس، دي لينك أو دواير مرتبطة ببعضها، لازم كلها تشتغل مع بعض زي بالظبط ما أوروبا عملت، و
وصلوا للوضع اعتقد الاستثماري الجيد اللي هم اللي احنا رصدنا ارقامه. ويكفي يا كابتن اسلام ان احنا بنقول الارقام دي امتى؟ بعد سنتين من جائحه كورونا. يعني اوروبا شوف سرعه التعافي. في كارثه حصلت، في ازمه حصلت، ولكن انا شغال وبفكر، مش قاعد عمال اقول اصل والله يمكن احط واطلع ورقه من 6 بيانات والبيان السادس في جمله اقتصاديه بحته ومفيش شرح ليها. ده امر اتمنى ان شاء الله ان احنا نتخلص منه. اتفضل. يعني كابتن اسلام، يعني بنكمل الكلام، هي الفكره كلها اللوائح. أوكي. اللوائح اللي بتنظم الامور كلها، اللي يحطها ناس متخصصه، ومتخصصه بمعنى ان انت تجيب ناس بروفيشنالز بتديهم رواتب مقابل ساعات العمل اللي هم يقعدوه، عشان يحطوا لك بلان كبير، مش مجرد ان انت بتطرح اسامي وتجيب نجوم وناس لعبت كوره وناس مش عارف، ونقعد القعده ونطلع ورقه ونقول ان شاء الله هننفذ الكلام ده. احنا متاخرين جدا يا كابتن اسلام. طبعا مصر كدوله كبيره جدا، احنا بنشوف لما بنحب بس ننظم حدث كده في لحظه الامور كلها بتبقى جاهزه. يعني كاس امم افريقيا 2019 ده كان خير مثال. كاس العالم لليد وكاس العالم لكره اليد، يعني ده بنتكلم في شهور قليله بتقدر تلاقي كل حاجه. فده لازم النموذج ده يبقى موجود في كره القدم والرياضه داخليا. لازم زي ما بنشوف الشكل من بره حلو، لازم كمان داخليا. ليه؟ لان ده اللي هيقوي المنتج بتاعك، هيعليه، هيخلي النهارده لما تشوف صوره حلوه ده معناه ان انت هتشوف تيشيرت النادي بشكل كويس، هتشوف الاعلانات اللي عليه بشكل كويس، تطوير الاعلانات نفسه الالكترونيا هيبقى بشكل كويس. النهارده الدوري المصري مصريين كتير بالملايين اصلا، يعني بعيدا عن الناس اللي بتتابع الدوري المصري من دول اخرى، لا المصريين نفسهم موجودين في كل حته في العالم. فالنهارده ازاي تسوق المنتج بتاعك خارجيا، حقوق الديجيتال بتاعتك لازم تشوف ازاي النهارده انت تعظم منها، وان الناس اللي تبقى ماسكه دايما الديجيتال وبتشتغل على الديجيتال برضو خبراء واقتصاديين وناس بتوع تسويق البيع وشراء اللاعبين، الامور دي كلها يا كابتن اسلام مع الملاعب، تطوير الملاعب وان هي تبقى ملاعب جيده، الحضور الجماهيري كابتن اسلام، وبرضو نتمنى ان يبقى عندنا فرصه ان احنا نعمل حلقه عن الحضور الجماهيري، وازاي الحضور الجماهيري ده بس لوحده ممكن ينقلك نقله ثانيه في الكوره، وان انت تبقى كمان دوله جاذبه ان النهارده الناس تيجي تتفرج عندك على ماتشات، مش بس ان هي تتفرج، لا تيجي زي ما التصوير وكواليتي كل حاجه كابتن، لا الناس تيجي النهارده تتفرج عندك على ماتشات، تيجي النهارده تعمل رحلات، يبقى في رحلات ناس جايه من بره تتفرج على ماتش الاهلي والزمالك اللي هو الديربي الاقوى عربيا وافريقيا ومن الديربيات القويه جدا على مستوى العالم وحاجه تاريخيه. ازاي الناس تيجي النهارده تشوف الملاعب بتاعتك، الحاجات التاريخيه، الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي بتجيب فلوس. حتى البنيه التحتيه في الرياضه المصريه عامله ازاي؟ يعني انا عشان مش هطول، النهارده الناس اول حاجه اللي تيجي تقول لك انا عايز اروح ازور برشلونه، ليه؟ اول حاجه بتعملها لما تروح تزور برشلونه بتعمل الجوله بتاعت الكامب نو، تتصور مع الكؤوس، لما تروح مدريد تخش سانتياغو. دلوقتي برضو طبعا انا اتمنى ان يكون في حاجه اكبر لكده للنادي الاهلي، لكن النادي الاهلي لما بتروح دلوقتي النادي بتخش طبعا الناس ده حاجه جميل، كلنا حتى الزوار اللي بتروح النادي الاهلي اللعيبه تاخد صوره تذكاريه. فالنهارده لما الكلام ده يبقى على سكيل كبير تبقى الامور مختلفه، الامور هتبقى مختلفه والعوائد كانت مختلفه. وكلنا للامانه انا كان ليا جمله كده دايما، الدوري المصري لازم يخرج من اطار النيش، النيش عندنا احنا بنحط الحاجات الجميله جواه والضيوف بس من بره كده ممكن يشوفوها حلوه، لكن احنا واحنا قاعدين جوه ما بنتفرجش عليه بالشكل ده مكسر يعني بالظبط كده، او بنخاف نفتحه عشان مفيش حاجه تتكسر. انا حابب يعني اقول برضو ان في حاجه نقطه مهمه كمان تكمله للكلام، الاهتمام بقطاع الناشئين مهم جدا جدا، الاهتمام بقطاع الناشئين في كل الانديه، لان قطاع الناشئين ده منجم ذهب لاي نادي. النهارده في 5 انديه على مستوى العالم هم افضل قطاعات ناشئين من 2014 ل 2021، اكتر الانديه تحقيق ايرادات من بيع اللعيبه. النادي الاولاني بنفيكا البرتغالي ده حصل على 379 مليون يورو من بيع لعيبته اللي الصاعدين من ولاد النادي. ما شاء الله. النادي الثاني ريال مدريد، المفاجاه ان ريال مدريد الثاني 330 مليون يورو. الثالث موناكو الفرنسي 285 مليون يورو. الرابع اياكس الهولندي 283 مليون يورو. الخامس اولمبيك ليون الفرنسي 270 مليون يورو. يعني في 2 انديه من فرنسا في اول 5 انديه مهتمين بقطاع الناشئين وبيبيعوا بشكل كويس جدا. وهنا الاهتمام بقطاع الناشئين حاجه مهمه ممكن تدعم برضو في صفوف القطاع الناشئين. مش معنى كده ان قطاع الناشئين بتاعك مش كويس او قطاع الناشئين بتاعك مش كويس، لا، قطاع الناشئين مهم جدا ان انت تقوي فرقه 2001، فرقه 2003، فرقه 2005، فرقه 2006. ليه؟ لان الفرق دي انت لما بتجيب فيها لعيبه سواء 2001 سواء 2002 تستفيد منهم على المدى الطويل، وكمان بدل ما تروح تجيبهم بعد ما يكبروا
ب 30 مليون وب 40 مليون وبالمبالغ اللي احنا بنسمعها دلوقتي. لا، انا بجيب لعيبه في سن صغير بمبالغ قليله، في نفس الوقت بديهم خبرات، بعلمهم يعني بديهم دي ان ايه الاهلي، بعلمهم يعني ايه الدي ان ايه الاهلي والنادي الاهلي، وبيخشوا يبداوا يشوفوا التتش ويعرفوا روح الاهلي والمكسب والكامباك بتاعنا والروح والشغل بتاع النادي الاهلي، فبيبداوا يشربوا النادي الاهلي. فدي حاجه مهمه جدا، الاهتمام بقطاع الناشئين واحده من اهم الحاجات المهمه جدا للاستثمار لاي نادي. جيمي، علشان خاطر نبقى بنكمل الدايره، اتكلمنا على الانديه وازاي الانديه تقدر تعظم من مداخلها. رساله مهمه جدا للرابطه واتحاد الكوره، هل يعقل ان كل هذه النفقات على اللاعبين واستقدام اللاعبين وعقود اللاعبين وحقوق الرعايه وحقوق البث تكون مكافئات الفوز ببطوله الدوري عدد اسابيعها لكل فريق 34 مليون جنيه؟ رقم صعب جدا جدا ان انا اقول ان بطوله الدوري المصري مجموع جوائزها مليون جنيه. صعب ان انا اقول ان انا بيتم انفاق كل هذه المبالغ، بنقول انه بس على اللاعبين الاجانب استخدام اللاعبين الاجانب الانديه المصريه صرفت 100 مليون دولار، يعني 2 مليار جنيه في السنوات العشر الاخيره. يبقى ازاي انا بحط كل هذه النفقات على مسابقه مجموع مداخلها مليون جنيه؟ صحيح، لازم اطالب الرابطه، اطالب اتحاد الكوره بتعظيم مداخل هذه البطوله، بتعظيم حقوق الرعايه وتعظيم حقوق البث واستقطاع جزء من اجل الجوائز المخصصه لهذه البطوله، جوائز فرديه مش بس جوائز المراكز، تعظيم المداخيل الخاصه بالاتحاد كاتحاد او الرابطه من خلال القيام ب مجموعه تسويقيه. يبقى عندي لجنه لتسويق حقوق الاتحاد، مش بس ان هو بيتم الاتكال على قصه الرعايه او البث اللي بيتم بيعه بالمجمل لكل الانديه. اعتقد انه لا، هذه الامور تحتاج الى مراجعه كبيره جدا، لانه الامور بعيده جدا على ما يجب ان تكون عليه خلال الفتره القادمه. ان شاء الله اعتقد انه لو الناس استمعت لهذه المطالبات، نحن فقط نطالب ونسلط الضوء على الملفات اللي واجب فتحها خلال الفترة القادمة سواء من اتحاد الكرة المصري أو رابطة الأندية. نتمنى يا رب كل التوفيق لكل منظومة كرة القدم أو المنظومة الرياضية في مصر خلال الفترة اللي جاية. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم. شكرا جزيلا يا أيمن. شكرا جزيلا يا محمد. شكرا جزيلا يا جيل. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه هي حلقة نهاية الأسبوع، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من بيت الكريم.